السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجمعة 19 شباط 2021. المرة الماضية بلشنا بالدياجرام دو كلاس واليوم حنكفي فيه المحاضرة الماضية. هلأ اليوم حناخد ريليزيون اللي أخذناه المرة الماضية مثل العادي، بعدين حناخد الأسوسياسيون سامبل، بعدين الأجريغاسيون، بعدين الأجريغاسيون فورت، بعدين الكلاس دأسوسياسيون، بعدين حناخد اكزرسيس حتى تخلص الحصه. والاكزرسيس ما بنلحق نعمله، ناخذ الديفوار للمره الجايه ان شاء الله. هلا ريفيزيون هنبلش بموضوع ناخذ الاكزامبل نتذكر فيه اللي اخذناه المره الماضيه. عندنا مثلا اليف نون دات ادريس ماتير، عنده كود نون وكوفيسيون للماتير، عنده سكولير، عنده وعنده ميثود انسكرير. بتعرفوا انتو انه الاليف انه اخذنا المره الماضيه انه لوحته هون التيتي كلاس، وكانه هون عم نحكي بدومين مدرسه او جامعه اذا بدكم. خلينا نبلش نطبق الراجل اللي مرقوا معنا الاربعه نتذكره. اول شيء عندنا الراجل اللي قلنا باد ايدنتيفيكاتور. لاحظوا هون التليتي كلاس ما عندنا ايدنتيفيكاتور. تاني شغلة سامعيني منيح يا شباب؟ سامعيني منيح؟ أستاذ مسموع. اوكي. عندنا نو دات ادريس. قلنا ما في ايدنتيفيكاتور. تاني شغله حنشوف ديبندونس ديريكت موجود متوفر. قلنا نو هو لمين؟ للاليف. دات دو نيسانس للاليف، ادريس للاليف. لو كان الادريس للبارون تبعت الاليف كان حطيناها بالبارون. طيب نفس الشيء كود ماتير نو ماتير كوفيسيون للماتير، اني هي اني سكولاري مثل ما بيقولوا 2020 2021. طيب نجي هلا على الراجل دينيميراسيون، بنقول هل الاليف ممكن ما يكون عنده اسم؟ لا. هل ممكن يكون عنده اكثر من اسم؟ كمان لا. اذا ممكن بحاله من الاحوال معناتها انه ما لازم نحطها اذا بدنا نطبق القاضي. اكيد فينا اوقات نتجاهلها. نفس القصه للدات دي نيسانس، ما معقول حدا ما عنده دات دي نيسانس، ولا معقول حدا يكون عنده اكثر من دات دي نيسانس. الادريس اكيد ما حدا ما عنده ادريس اليف يعني، بس هل ممكن يكون عنده اكثر من ادريس؟ هل ممكن يكون حدا ما عنده ادريس؟ لا. بس هل ممكن يكون حدا عنده اكثر من ادريس؟ لا. بالمبدا لا، بس اذا كان في حاله من الاحوال مثلا تلميذ عنده 2 ادريس صيفي وشتوي او ما بعرف شو، هون في عندنا حلين. يا يعني انه بدنا نضطر نشيل الادريس ونحطه على جنب، نحطه بكلاس لوحده، او بدنا يمكن يكون الدوني بيقول لنا لا انه بيكفي ادريس واحد. لو عنده 100 ادريس بيكفي ادريس واحد، معناتها فينا نتركه هون. هلا اكيد بكره بس ناخذ البروبريتي اري بتشوفوا انه لو كان في عنده اكثر من ادريس فينا نحل هالمشكله. على ما اعتقد ربما المحاضره الجايه نحكي عنها. هلا بالنسبه للماتير نفس الشيء، هل ممكن ماتير ما يكون عنده كود؟ لا. هل ممكن يكون عنده اكثر من كود؟ كمان لا. انتو بتعرفوا في عندكم كل ميديا الى رمز. نفس الشيء النو، نفس الشيء الكوفيسيون. هلا اذا عنده اكثر من كوفيسيون، مثلا نفترضوا انه الماتير عنده كوفيسيون بالصيف وكوفيسيون بالشتاء، مثلا بالسمستر الصيفي له كوفيسيون وهذا يمكن، بس في حال موجوده معناتها صار عنده اكثر من كوفيسيون، معناتها هون الكوفيسيون بوقته لازم يكون بمحل ثاني. نفس الشيء لأني سكولير. يعني لاحظوا هيك نحن طبقنا ريدوندونس. صحيح عندي هون نو وهون نو وهون وهون نو، بس ما معناتها انه هذا ريدوندونس، لا ابدا. لانه اذا عرفت النون تبع الاليف، اذا عرفت النون تبع الاليف ما معناتها انه انا اذا عرفت النون تبع الاليف ما معناتها انه انا بعرف النون تبع الماتير، ما قلنا عليها ببعضهم. اوكي هيك بنكون احنا رجعنا الراجل الكاتر اللي اخذناه. طيب مين بيعرف شو الصناقص؟ شو الصناقص بهالتليتي كلاس؟ شو مناقصين من العالم التعلمية مرة الماضية اللي كان حاضر؟ الميثود
الميثود، الميثود نحن شو قلنا، كيف بنحط الميثود يا دومازين؟ بنحط كريه وافيشي، كريه موديفيه افيشي، ما هيك؟ صح. هذا اضعف لي بس هون الانسكولير الانس كريم كمان حطينا كريه موديفيه افيشي، او قلنا بنعمل الطريقه البروفيشنال بنحط كريه اكيد set code get code set no get no set coefficient get coefficient، بس قلنا هيك اسرع بمثابه العمال الاسرع عنا. طيب شو لسه ناقص كمان حتى نطلع عليه كامله؟ شو الفيزيبيليتي؟ فيزيبيليتي كيف بنحط الفيزيبيليتي؟ البروبريتي بتكون برايفت، صح، والميثود والميثود بابليك. تمام، هذا اللي تعلمناه مرة الماضية. هيك بيكون رجعنا كل شيء اخذناه مرة الماضية، اللي قلنا برايفت والبابليك. هلا اذكركم بشوي ببعض الامور قبل ما بلش بالمحاضره بالما ناخذه جديد. هلا لاحظوا يا شباب، هيدا هالصوره شو بتعبر يا شباب؟ طيب شو بترمز لكم هالصوره يا شباب؟ شو بترمز لكم هالصوره؟ عن شو بتعبر برايكم؟ انه الميثود والفاريبلز محميين، الميثود والفاريبلز بيهم محميين بيكونوا. قربت هلا لك القصه الصحيحه كيف لك هذه الكبسوله اللي شايفينها مثل تبعت الدواء، اللون الازرق بحال ما في فاريبل هو ما شفاف ما بيبين اللي بقلبه، بينما هون الميثود لون ترانسبارون، يعني الميثود هي مبينه بينما الفاريابل ما فيني اشوفها، يعني وكأنه الميثود ما فيني اشوف الفاريابل الا عبر الميثود. بتذكروا ان الميثود هني بابليك مثل ما عملنا بشوي، والفاريابل هني يعني الاتريبيوت او البروبريتي هني برايفت، يعني انا ما فيني اشوف الفاريابل الحقيقه، ما فيني اعمل عليها اكس الا عبر الميثود. هذا يا شباب هذا المبدا كثير بتسالوا فيه بالانترفيو حتى يشوفوكم انتم هل في منين اورينتي اوبجي مزبوط. مبدا اسمه انكابسولاسيون، عرفتوا مبدا الانكابسولاسيون؟ يعني نحن نحجب الفاريابل او البروبريتي ما عاد فينا نشوفهم لان هني برايفت، بس كيف فينا نفوت عليهم عبر الميثود؟ الميثود هني البابليك، هون البارتي ترانسبارون بالكبسول هيدي اللي بيبين الدواء بقلبها هي بنشوف الميثود، بينما هون محل الازرق اللي ما بيبين بقلبها هو البروبريتي. هذا مبدا شو الانكابسولاسيون، بتمنى تفهموه كثير لانه هذا كثير تسالوا فيه ولازم تكونوا مفهوم بالنسبه لكم. بكل بساطه الميثود بتكون بابليك، الاتريبيوت بتكون برايفت، هذه حكينا فيها مرة الماضي. طيب هلا كمان بدي اعطيكم ملاحظه ثانيه شباب، لكم الاليف ماتير اندي سكولير هني شو؟ هذا الاكزامبل اللي بلشنا فيه اليوم بدلوا على شيء ستاتيك. بتقلي طب الاله ستاتيك يا شباب يعني عنده ثبات، ما معناتها يعني مثلا مثل الماتير ما بتتحرك، ايه بس الاله بيتحرك، بس هل معناتها انه هو مانو ستاتيك؟ لا، ما هيك القصد. القصد انه اسمه اسم ما بيدل على فيرب او على اكتيفيتي او على شيء، مثلا مثل فونت. فونت على شو بتدل يا شباب؟ بتدل على بيع، ما هيك؟ يعني هي بتدل على شيء على فيرب، اوكي، بتدل على فيرب هي. لذلك يا شباب كل شيء حكمها، على فكره حكما كل شيء ستاتيك هو التعبير عنه، يعني هذا مثل بيقولوا قولا واحدا كل شيء ستاتيك بنعبر عنه بكلاس، اكيد الا اذا كان حجمه بحجم البروبريتي مثل النوم مثل الكوفيسيون مثل كذا. كل شيء ستاتيك كلاس، الديناميك هونيك في خلاف بينه، يا بيكون كلاس يا غيره، بس ستاتيك حق لاحظوا كل هدول ستاتيك، يعني الالاف ستاتيك، الماتير ستاتيك، الانيس كولير ستاتيك. حاعطيكم اكزامبل من خارج هدول، مثلا افترضوا قلتوا فواتير، برايكم الفواتير هي ستاتيك ولا ديناميك؟
كار يعني. شو شو الواي الكار الفواتير هي ستاتيك ولا ديناميك؟ موضوع سهل. انت قلت ديناميك لان السياره بتمشي وبتوقف فيها ديناميكيه. لاحظوا حتى الاله في بروبريتي، البروبريتي هنا بيدلوا على الديناميك. بس هي الفواتير هي فيرب، شيء كلمه فواتير هي فيرب، اذا قلت سياره هي فعل. هل بتدل على فيرب؟ لا، هي اسم، اسم ثابت عنده ثابت. مشان هيك يا شباب هو ستاتيك كمان، يعني كمان بيكون كلاس. اذا جيت قلت ايكول، اوكي كمان ايكول ستاتيك بتكون كلاس، يعني كل شيء عنده بروبريتيز تستعدوها صفه الاسبيس ستاتيك بنقول عنه كلاس. هذا بيطلع لنا قولا واحدا، ما في ما في ما في خلاف في هذا. يعني بس يبرق مع شيء ستاتيك هذا كلاس. الديناميك يا بيكون ميثود يا بيكون اسوسياسيون، واذا كان كثير عنده ريسبونسابيلتي بيسموه بنعمله اسوسياسيون. بكره بنشوفه بعدين، ما بدي ضيعكم فيه هلا. الديناميك مثلا لاحظوا اول مظهر من مظاهر الديناميك هن الميثود، مثلا مثل الفواتير عندها ميثود ستوب، مارش اون اريير، مارش اون افون، انكريمونتي للفيتيس، ديكريمونتي للفيتيس، يعني زيد السرعه ونقص السرعه. كل هذه بتدل على شيء ديناميك. لاحظوا بتدل على فيربات. تذكروا المره الماضيه الا كل شيء ميثود هي بتدل على فيرب، بتدل على اكتيفيتي، بتدل على تريتمون. تذكروا هدول كلهم ديناميك بيدلوا على شيء ديناميك، بينما ستاتيك عنده ثبات. هذا بيدل على شو؟ على كلاس. مثلا مثل بيرسون، ما عنده بيرسون بيحكي وبياكل وشو ما بدكم بيعمل، بس هو بيرسون هو كلاس لانه ثابت ما له فيرب، بس عنده عنده ميثودات اكيد، يعني بارلي الى اخره. طيب فهمتوا مبدا ستاتيك والديناميك؟ ستاتيك يعني عم نحكي عن شيء ثابت، ما منه ما له فيرب او اكتيفيتي او شيء. اوكي مثلا مثل الفونت هو ديناميك، مثل الاشتي هو ديناميك، مثل الاوردر هو ديناميك. اوكي بينما إليف، ماتير، انيسكولير، انتربريز، هذا كله بيدل على شيء ستاتيك. اوكي طيب هلا يا شباب ننتقل على، حدا عنده سؤال على اللي اخذناه هلا؟ فهمنا شو يعني ستاتيك شو يعني ديناميك. خلينا ننتقل هلا على الاسوسياسيون سامبل. اوكي طيب الاسوسياسيون يا شباب عندي كلاس هلا من شوي معنا كلاس إليف وكلاس، خليني بس شوف هون الإليف لانه عاكيت بالادريس غلط كتبها بالانجليزي. طيب عندي كلاس إليف وكلاس ماتير، متفقين هذول يا شباب هذول ستاتيك هذول كلاس. طب مرقت معي جمله بالنص تقول ما يلي: ليز إليف انسكريف دي ماتير، بيسجلوا مواد. تعرفوا بالجامعه ستودنت بيلقوا مواد وبيسجلوها. طيب هلا انا بغض النظر انه هون عنده اكثر من تليفون او كذا، انا اعتبر انه عنده تليفون واحد وعنده ادريس واحد، ما بدي فوت بالتفاصيل يعني، خلص هذيك صارت ورانا هالامور. طيب لاحظوا الاليف هو شو؟ هو ستاتيك، بس حوله لكلاس اكيد بنشيل منه الاس، لان اتفقنا انه الكلاس ممنوع يكون بالبلوريال. ونفس الشيء الماتير هي ستاتيك، كنا عم نحكي فيها مزبوط. طيب هلا بنجي للملتيبليستي. بالنسبه للملتيبليستي مثل ما تعلمتوا بالمريز هي المينيموم والماكسيموم، كنتوا سموه كاردينالتي انتوا. طيب لاحظوا الملتيبليستي للماتير، هون تفرق بينه وبين المريز. الملتيبليستي للماتير بنحطها بعيد عنها، مش مثل ما كنا بالمريز نحطها حدها، والملتيبليستي للالاف بنحطها بعيد عنها مش بنحطها حدها. طيب كيف نحسب الملتيبليستي؟ على طول نقول قديش مينيموم قديش ماكسيموم. كيف بسأل السؤال؟ هلا افترضوا بدي اجيب الملتيبليستي تبعت الماتير، شو بقول السؤال؟ بقول انسول ماتير، لافترض ماده اليو ام ال، بقول كم واحد بيتسجل فيها، كم اليف. لاحظوا هون اعطيت اكزامبل، قلت ماتير، اعطيت اوبجي يعني قلت ماتير وحده او مثلا يو ام ال، كم تلميذ بيسجل فيها. لاحظوا ما قلت كم فاضي بيسجل فيها او كم لؤي بيسجل فيها، يعني هون عطيت اكزامبل اوبجي، هونيك تحكيت كلاس. تعرفوا انتوا الفرق بين الاوبجي والكلاس؟ ماتير هي كلاس، يو ام ال هي اوبجي، سيستم ديسيشنال هي اوبجي، مات هي اوبجي،
فيزيك هي اوبجي، ساينس هي اوبجي. تعرفوا الكلاس عنده كثير اوبجيات، يعني بس بدي اجيب الملتيبليسيتيه تبعت الماتير، وهذا حاجه بينطبق على الميريز على فكره، ما بس على اليو ام ال. شو بقول؟ بيجي بعطي، بدي اجيب انا الملتيبليسيتيه تبعت الماتير، شو بقول؟ بقول ان سول ماتير او ماده اليو ام ال. لاحظوا حطيت اوبجي هون، بقول كم الاف بيتسجل فيها، ما بقول كم فاضي بيتسجل فيها، لا بقول يو ام ال كم الاف بيتسجل فيها. شو رايكم؟ كم واحد ممكن يسجل بالماده؟ ممكن ولا واحد يسجل فيها، وممكن اكثر. بالميريز كنتوا تكتبوا انتم 0.n، هون بنحط نفس الفكره 0.0.star، ما بنحط n، يعني ما في شيء اسمه n بالهذا هون 0.star. هلا اذا بتجيب، لاحظوا كثير برجع بعد لكم اياها، الملتي ستيت تبعت الماتير ما نحطها بعيد عنا، مش حدا. طيب عم نحكي كنا عن قلنا الماتير ستاتيك ستاتيك ديناميك، الريلاسيون بتعبر عن شيء ديناميك بين اثنين ستاتيك. طيب هلا اذا بتجيب الملتي ستيت تبعت الالاف اللي كنتوا تسموها انتوا الكاردناليتي، على طول بنحطها بعيد عنا. انتبهوا، هي النقطه كثير مهمه، ما تحطوا يا شباب الملتي ستيت تبعت الالاف حد منها، لا ملتي ستيت بعكس الميريز تماما. اوكي طيب هلا الالاف بنعطي اكزامبل هون، بنقول ان سيل الالاف، بنعطي اوبجي هون ان سيل الالاف، لافترض فاضي الاسوسياسيون هو فيرب بيجمع اثنين، او شيء ديناميك بيجمع اثنين ستاتيك، مثل الانسكريل هي ديناميك بتدل على فيرب، وستاتيك الالاف وماتير. طيب ومنعبر عنها بليني بلان، ومنحط الملتيبليسيتي مثل ما شايفين هون، نستعمل 0 2. ستار بنحط مينيموم ماكسيموم بيناتهم 2. ما بنستعمل ان، بنستعمل ستار، يعني الميني تبعت الميريز هي ان، بينما الميني تبعت الاي ام ال هي شو؟ هي ستار. طيب في حدا فيت قلت اوكي. طيب هلا يا شباب الفكره كمان اللي بدي اقولها، انه الكاردينالتي تبعت الماتير هي بنحطها بعيده عنا، اوعى تنسوا، والكاردينالتي تبعت الالاف بنحطها بعيده عنا. ونفس القصه كمان اذا بدنا نعبر، اذا بدنا نجيب الكاردينالتي بطريقه صحيحه، شو بنقول؟ بنقول ان سيل ماتير او الاي ام ال، نعطي اوبجي هون، بنقول مع كم الاف. لاحظوا شو قلت، اعطيت اوبجي هون، ومن هونيك حكيت شو؟ حكيت كلاس بالجملي، بس جيبها بقول بالاي ام ال ممكن ما يتسجل ولا واحد، ممكن يتسجل اكثر من واحد. بينما اذا بجيب الملتيبليسيتي تبعت الالاف، بعطي اكزامبل بقول فادي اتون الالاف فادي، ممكن يتسجل بكم ماده؟ بقول ممكن يتسجل بماده على الاقل، وممكن يتسجل باكثر، الا اذا النص شو بيقول عكس ذلك. ممكن النص يقول ما بيحلو يتسجل الا اكثر شيء ب 10 مواد لافترض، ساعتها بقول ان مينيمو وماكسيموم 10. وهذا يا شباب ما يخالف الميريز، الميريز ما فينا نستعمل الا 0 ان، هي المرجعيه، المرجع المضبوط بالميريز ما تكون الدقيق 0 ان، بينما هون بتستعمل الرقم اللي بدك اياه، هلا حتشوفوا بعد شوي معي بكومنت. هلا المهم الاسوسياسيون بنعبر عنها بليني بلان مثل ما شايفين هون. اوكي ما تعملوا لي مثل الميريز تعملوا لي دوار حوالي الاي سكرين، هذا ما وقفي منها. ثاني شغله الرول بنحطه مثل ما هون، هو الفيرب اللي بيجمع هالاثنين ستاتيك، بعدين بنحط الملتيبليسيتي مثل ما شايفينه انتم بهالطريقه. اوكي طيب هلا بننتقل، ما بعرف هون شو الفكره اللي بدي لاقول. اذا بدي احكي انا يا شباب شو يعني، انتم بتتذكروا اذا بدي احكي بالريلاسيونال مثل ما كنتوا تعملوا بالميريز، بتتذكروا انه كان هذا يعطي اي دي لهذا. هيك خليني بس ما بعرف ليش ما انتبه لهالغلطه بالريلاسيونال يا شباب. انتوا كنتوا تقولوا انه شو تعملوا هون، بما انه عندكم ميني تو ميني بالنص، يخلق معكم تابلو اسمه انسكرير ياخذ اي دي ماتير واي دي الف، تتذكروا هالحكي؟ طب بالبروجرامينج هون بالاورينتي اوبجي كيف بيتحول؟ على فكره هون ما تغير شيء، نفس القصه كمان بالريلاسيونال، حيطلع معكم تابلو بالنص اسمه انسكرير، وهذا مش مطلوب منكم بماده الميريز، بس بالبروجي حيلزم لكم اكيد، مشان هيك على طول بدي اتطرق له لهالموضوع. الفكره شو يا شباب؟
انه طيب بالاورينتد اوبجكت كمان مش مطلوب منكم انتم بروجرامينج، بس بعطيكم مثل حتى تفهموا شو القصه. ليكوا يا شباب هون عندي مثلا بابليك كلاس 11، تعرفوا انتم هالموضوع. افترض هون عم نكتب جافا، عنده بروبريتي نوم تليفون دات وسترينج ودات نيسانس وادريس. لاحظوا السترينج نوم ياسس. نعم عند الالاف كنت حاطط اي زيرو. ايه هلا عليك، هلا بقول لك زيرو اتوال واتوال هني نفس المعنى، عارف كيف؟ هلا بعد شوي فهمت لك. بس ليه حطت زيرو؟ كانت انه ما في، معقول ما في ولا ماتير؟ لا ايوه انت الظاهر جيت متاخر. ليك الزيرو هو انا كنت والله ناطرك شي ربع ساعه برا، قام حكيت الصبايا تحت. ما توخذني ما توخذني، بس هيك حرجع اقول لك الميلك سيتي تبعت الالاف هي هذه، هي اتوال مش هيدي، بعكس الميريز. فهمت علي؟ بالميريز بتحطوا الميلك سيتي تبعت الالاف بعكس الميريز ان، بينما الميلك سيتي تبعت الالاف هي هيدي اتوال. شفتها يعني هون الالاف مينيموم ماكسيموم هون، يعني هي الان هون للالاف. برافو عليك، بعكس الميريز، بعكس الميريز. فهمت علي؟ منيح سألت، لانه انا متاكد صار فوتها كمان ما كان مشهور كمان. ليك بين هالليلين انا هون لاحظوا ماني حطت الميثودات والهيك، بس مشان اختصر ما بدي ضيع وقت يعني. بس اكيد لازم نحط الفيزيبيليتي ولازم نحط الميثود، مثل ما عملنا باول محاضره، وهذا حاعمله بكل المحاضرات هيك للاختصار، انه ما حاحط في كم ميثود. في 4 يمكن ياسس ولا كذا ميثود؟ فيك تحط اللي موجودين معك، مثلا مثل ما شوي عملنا ببدايه المحاضره، انتك ما كنت موجود، كري موديفاي او في شيء مثلا، او جيت تو سيت لكل واحد منهم. بس هلا اطلعوا بهذا الكلاس 11، حطينا string نو انت تليفون دات نيسانس string ادريس. هون عندي ماتير، لاحظوا هون الالاف عنده كم ماتير؟ عنده اتوال. لاحظوا شو عملنا؟ عملنا هون ماتير اللي هو كلاس عنده ام فيكتور. شو يعني؟ يعني عنده اكثر من ماتير. شفت كيف بنعبر عنها بالبروغرامينج؟ هذا هيك بنعبر عنها بالبروغرامينج يا شباب، هذا احد الطرق بالتعبير يعني. بس حتى فرجيكم الفرق بين الريليشنال. نعم علي صوتك لو سمحت. حطينا ماتير ام بين كروشيه، انه بالاخير حطينا ثاني كروشيه لانه هي الى كذا ثاني فيكتور، يعني هي ما انا ماتير وحده. ليك لو ماتير وحده، لو عنده ماتير وحده كنا حطينا ام بس، مثل اللي فوق عفوا كنا حطينا ام وحده. بس هون عندي اتوال واحد او اكثر، طيب كيف بدي اعبر عن اكثر من ماتير؟ هون كلاس ماتير. يعني ليك لو عندي انا هون ثاني كروشيه، ايه كروشيه يعني فيكتور، ما كنتوا تعلمينا انتم بالبرمجه؟ لو كان عندي هون يا شباب كنت عملت ميالي هيك. شو كنت عملت؟ كنت عملت ماتير ام. بس على فكره ما تخافوا، هذا مش مطلوب منكم بس انا بعطيك اكزامبل توضيحي هذا كيف بتحور لواقع. ما بتكون سترينج ولا شو اساس؟ نعم الماتير ما بتكون سترينج اذا مثلا اذا ما كانت فيكتور او شيء. لا انتبه، ماتير هي كلاس. لاحظوا هون في كلاس اسمه ماتير، ما هو سترينج مانو كلاس، والانت مانو كلاس، والدات مانو كلاس. هون عندك هذا عنده علاقه مع انسول ماتير، مثل ما كاتبين نحن هون. هي الماتير هي كانها عم تجي لهون، بس عم تجي هون كشو؟ ككلاس ماتير، يعني كانه صار عنده بروبريتي دو تيب ماتير. شفت كيف؟ بس هذا بالبروجرامينج مش هون. فهمت علي؟ عندك ليك طلع انت هون عنده الالاف، عنده نوم، عنده تليفون، عنده دات دينستاس، عنده ادريس، وعنده كم ماتير بحسب ما انت عامل هون؟ كم ماتير عنده؟ عنده وحده صح؟ مشان هيك حيكون عنده اربعه بروبريتي زيد عليهم الماتير. بس الماتير هي كلاس، كلاس ما هو كلاس مثل سترينج، بس الفرق انه سترينج هو كلاس اوريدي موجود بقلب الجافا، بس الماتير انت مبرمج وانت عامله. عرفت كيف؟ وصلت فكرة. بس هيك، بس على كل حال برجع بعيد انه هذا مش مطلوب منكم كمادة يو ام ال، بس انا عفرجيكم كيف ال ام ال دي تبع اليو ام ال. اوكي، زيد عن هيك يا شباب انه الاسوسيشن شو بتزيد عن هالموضوع هذا؟ انه بتسمح للالاف يستعمل الميثودات تبعون الماتير، والعكس صحيح. يعني مجرد ما كان في ريلاسيون بيناتهم او اسوسيشن بيناتهم، صار كل كلاس فيه يعمل اكسي على الميثودات تبعون صاحبه، على شرط انه يكونوا بابليك اكيد. اوكي، يعني هذه الريلاسيون كانها بتسمح انه الميثودات يمرقوا فيه، يعني كانه كنال او كانه اسطر مي بيمرقوا فيه الميثودات. عرفتوا كيف؟
يعني هلا الالاف بما انه في اسوسياسيون بينه وبين الماتير صار فيه يستعمل كل الميثود الموجودين هون والعكس صحيح نفس الشيء الماتير. طيب هلا يا شباب انسوا لي البروغراماسيون بس انا هلا يا شباب كاني عم بقول لكم الام ال دي تبع الاوبجكت اورينتد الريلاسيونال قلنا الاي دي الماتير بينزل هون اوكي بينما الاوبجكت اورينتد هيك بيتحول بالبروغرامينج اوكي. حتى هلا اذا بدي اعمل كلاس ماتير بقول لك public class ماتير افترض الكود هو int بقول int code string no int coefficient وخلصت. شفتوا كيف هذا هي بكل بساطة. يعني انا هلا اذا بدي اعمل كلاس ماتير خليني اعمل لكم هي مش ما تزعلوا بيجي هون بحط class ماتير دو افترضوا الكود هو string في عنده string no ما في date de naissance مشان ما ضيع وقت عنده string no وعنده int coefficient coefficient عنده matière لأنه هو matière أصلا. شفتوا كيف أكيد حطيتهم أدريس غلط. شايفين كلاس ماتير كيف بيصير ما انه اخذ شيء من الكلاس الى بالعكس هو عاطيه. عرفتوا كيف يعني هذا اكزامبل على الكلاس ماتير هيك بيصير. هيك بالبرمجه نحن هيك بنعمل هيك تعلمتوا انتم بالجافا اكيد هم بده يزيد الميثودات ميثود انسكرير وما بعرف شو والكونستركتور وهالخبريات بس هذا هو اللي بيصير. شو بدي اقول لكم كمان اوكي هذا هو اللي بدي احكي لكم اياه عن هلا بعد شوي بالامثله. هلا شوفوا اتنسيون هذا الملاحظه قلت لكم اياها من شوي اون بي يوتيليزي تو لي نمبر اونتي. شو يعني فينا نستعمل 0 1 2 3 4 5 10 والان هي ستار اوكي. مثلا اذا عنده 6 اولاد السادس ما بيفوت بالضمان عندنا بلبنان مع الاسف هيك مشان هيك معناتها بالضمان 0.25 يعني مينيموم 0 وماكسيموم 5 بالميريز بالمبدا بلاكو في كتب بتحط 5 بالميريز بس مش في ما في عليها اجماع الميريز 0.1 ان وبس اوكي. مثلا ملعب الفوتبول فريق الفوتبول مينيموم 11 ماكسيموم 11 فينا نحط هيك مثلا الصف هلا ايام كورونا ممنوع بحسب الدوله يكون الصف اكثر من 15 تلميذ كمان مينيموم الصف مينيموم ماكسيموم 15. شفتوا كيف فينا نستعمل كل الارقام الممكنه. طيب هلا هون بار كونفونسيون هي الملاحظه اللي انتبه لها فيكم شوي انه اذا حطيت 0 2 ستار يعني مينيموم 0 ماكسيموم ستار هي ذاتها ستار. يعني اذا لقيت ستار كاني عم اقول 0 2 ستار يعني للاختصار بنحط ستار هذه بكل كتب اللي يعمل. عرفتوا كيف ونفس الشيء اذا كان عندي اكس اكس شو بحط محلها اكس يعني مثلا اذا عندي 1 2.1 بحط محلها 1 يعني اذا لقيت 1 يعني كاني عم بقول مينيموم 1 ماكسيموم 1 اذا لقيت اكس اللي اكس مفترضه اذا قصدي فيها 10 يعني مينيموم 10 ماكسيموم لانه مينيموم ما 11 هون بدي اتركها 7 مينيموم 11 ماكسيموم. عرفتوا كيف هون ما في حل يحط محلها 15 مينيموم ماكسيموم 15 اوكي. طيب هدول الكونفونسيون تذكروا لي هون اذا مرق معي 0 اطوال فيني احط محلها اطوال وفيني اتركها 0 اطوال ما حدا قال عليها معي واذا فيني حط اطوال مينيموم ماكسيموم فيني احط محلها على فكره لاحظوا هون بالرسمه اللي مرقت معكم شوي هون انا حاطط 0 اطوال لما انتقلت على السلايد اللي بعده حطيت هون اطوال هي نفسها يعني 0 اطوال او اطوال نفس المعنى. هلا بنتقل للاسوسياسيون طلعوا لي هون مين بيعرف يجيب لي لشوفكم اذا فهمتوا مين بيعرف لي شو الملتيبليسيتي بين اليف شو لاحظوا هون في اثنين اسوسياسيون بين اليف وماتير فيكم تعطوا لي اكزامبل شو ممكن يكون في اسوسياسيون بين اليف وماتير. اول شيء اكيد في ممكن يكون في 3 و4 و10 ما في مشكله يعني بين اثنين كلاس. شو رايكم شو ممكن يكونوا شوفوا مثلا
ممكن نقول ام اليف بيحب ماتير. اوكي طيب مين بيقول لي هلا مين بيعرف يجيب لي الملتيبليسيتي؟ مين بيعرف يجيب لي الملتيبليسيتي؟ شو بنقول؟ بنقول ان سول اليف بيحب كم ماتير بشكل عام، ما يحب ولا ماده. عرفتوا كيف؟ يعني هذا معقول، يعني ما يحب ولا ماده، ممكن يحب اكثر من ماده ماده شر. طيب الماتير ممكن يحبها، يعني ماتير يو ام ال مثلا ممكن يحبها كم تلميذ، كمان ممكن ما يحبها ولا تلميذ وممكن يحبها اكثر من تلميذ. طيب اذا طلع انتقلنا على الرلاسيون تاني، انسكرير انسكرير مش شوي، شو حطينا؟ اتوال اتوال. لاحظوا شو هون الرول ام بيحب، هون الرول انسكرير، يعني بيختلف الرول. بس لاحظوا شو اختلف، اختلف الملتيبليسيتي. هذا الاكزامبل حطيته لسببين. السبب الاول حتى تعرفوا انه ممكن يكون بين اثنين كلاس اكثر من اسوسياسيون، والسبب الثاني انه الرول كثير مهم حتى نعرف الملتيبليسيتي. يعني قبل ما بلش احكي بالملتيبليسيتي شو بدي احط؟ بدي احط الرول، لانه الرول هو بيحدد الملتيبليسيتي. فهمتوا علي؟ لاحظوا هون اختلف الرول، اختلفت الملتيبليسيتي. شايفين هون ايتوال بينما هون ايتوال. اوكي طيب هلا بدي حدا منكم يجيب لي الملتيبليسيتي هون. في حدا فات يمكن؟ لحظه شوي، مين اللي فات؟ اوكي ادمت. اوكي طيب وين هي؟ يلا مين بيعرف يجيب لي الملتيبليسيتي هون؟ ده صوت الساعه. في فواتير بيرسون. ايه فواتير بيرسون. مين بيعرف يجيب لي الملتيبليسيتي؟ بيرسون بيحبوا الفواتير، بيرسون بيحبوا الفواتير، كان حط ام وانسكري. مين بيعرف يقول له لرفيقه شو غلط اول شيء؟ شو الغلطه اللي غلطتها؟ انه انت قلت بيحب، مين قال الرلاسيون يحب؟ ليش شو تسالني بالاول يا استاذ؟ لازم تسالني شو هي الرلاسيون بالقبل؟ يعني ممكن يكون بيحب، ممكن يكون بيكره، ممكن يكون بيسوق، ممكن يكون بيملك. عرفتوا كيف؟ هون اكيد نحن هون قصدنا بالرلاسيون. يعني انت هلا انا ليش اعطيت هذا الاكزامبل اللي هون؟ قلنا ليش؟ قبل ما بلش بالرلاسيون بدي اطلع بالرول، بعدين ببلش احكي بالملتيبليسيتي. مشان هيك انت هون لازم تسالني شو المقصود بهالرلاسيون. انا هون عم اقول لك بروبريتير، يعني هي الفواتير عندها صاحب مالك، يعني مين مالك السياره. هلا فينا نبلش يا استاذ، كفي هلا. شفت شو لو ام تختلف هلا البروبريتير، شو رايك؟ مين بيعرف يسال السؤال؟ يلا قوي قلبكم. قوي قلبكم. شو بك؟ قوي قلبكم. شو بكم؟ طيب حاعطيكم اياها. شوفوا هون بنعطي اوبجي، بناخذ بنعطي اذا بدنا نجيب الملتيبليسيتي تبعت الفواتير، بنتخيل سياره مثل هالسياره اللي شايفينها، بنعطي اوبجي للفواتير، نقول انسان فواتير مثل اللي شايفينها بيملكها كم بيرسون. شو رايكم؟ هالسياره ممكن يكون عندها كم مالك؟ ممكن يكون ممكن يملكها اكثر من واحد. حتى على فكره عندنا بلبنان على دفتر السياره بنحط اكثر من مالك، في مرشية اثنين او ثلاثه. اوكي هلا اذا كانت الدول ما بتمنع انه اذا كانت الدنيا بتقول انه ممنوع السياره يملكها اكثر من واحد، معناتها بنحط مينيموم ماكسيموم. طب هلا بننتقل للبيرسون. اوكي بنقول نعطي اكزامبل على البيرسون، لافترض فادي مثلا اكزامبل مين ما كان اكزامبل. شفتوا كيف نعمل هيك؟ هيك ما بنغلط بالملتيبليسيتي ابدا، لا بالميريز ولا باليو ام ال. نعطي اوبجي هون بنقول ان سول بيرسون اللي هو شايفينه هون قدامكم ممكن يملك كم سياره. انتبهوا ما بقول كم سياره صفرة مثل ما شفتها، لا بقول كم سياره. يعني هون بحكي اوبجي، هونيك بحكي كلاس. ونفس الشيء هون يا شباب، هون كنت عم بحكي اوبجي، هون عم بحكي كلاس. يعني بقول اون فواتور ابروبريتير ممكن يملكها كم بيرسون. يعني هون حكيت اوبجي، هون حكيت شو كلاس. ونفس الشيء هون، هون اكيد البيرسون ممكن ما يكون عنده ولا سياره، وممكن يكون عنده اكثر من سياره اذا كان مرتاح وضعه. بينما اذا كنت البيرسون
مسمي بروبريتير صار اكيد مينيموم مع اسمه بروبريتير، اوكي؟ يعني على الاقل عنده سياره، ماشي الحال. هذا هيك بنحسب الملتيبليسيتي. اتمنى منكم ما اضغط. طيب ننتقل هلا لاول شكل من الريلاسيون. اون بيرسون مانج دي ليجوم، مين بيعرف يحول ليها هذه لا دياغرام دو كلاس؟ مين بيعرف يحول لي هالجمله لدياغرام دو كلاس؟ بنحط بيرسون وبنحط ليجوم. برافو عليك. ليكو بيرسون هني ستاتيك وليجوم يعني ستاتيك، بس منشيل منا الليجوم اس، لا ما بنحط بالبلوريال. هذا واحد، هذا اثنين، كفي. شو اللي بيربطهم؟ والفيرب مانج. الفيرب مانج يعني الديناميك هو مانج، شفتوا كيف؟ طيب اعملي لي الكفي، كفي بالملتيبليستي لو سمحتي. شو بنقول؟ بيرسون زيرو او بلوزير. زيرو او بلوزير، على فكره زيرو بمعنى ما حطها، لان انا هون مش هدفي الملتيبليستي. ممكن زيرو او بلوزير والليجون كمان زيرو او بلوزير، ممكن تتاكل من اكثر من شخص، اوكي؟ طيب هلا حننتقل للشكل الثاني. Une personne mange avec des autres personnes. كيف نعبر عنها هيدي؟ لاحظ هرجع للالتر فيه يكون هون، هون شكل ستاتيك يعني شكل ستاندار للريلاسيون. جملة جمعت اثنين ستاتيك 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 وحولناه هون ديناميك بيناتهم، طلع معي شو؟ لاحظوا حتى لو ممكن فيمينينا لغويا على فكرة، يعني حتى لو واحد ما بيعرف شو معناته بيرسون ولا بيعرف شو معناته ليجوم ولا بيعرف شو معناته لونجاج، بس حس انه هذا فيرب وهذا اسم، اسم ستاتيك ستاتيك ديناميك، اعملهم هيك، اوكي؟ طيب هلا ننتقل لهذا الشكل الثاني. اون بيرسون مانج افيك دي زوتر بيرسون، يعني شخص عم ياكل مع اشخاص اخرين. كيف بدنا نعملها هيدي؟ هيدي كنا نعملها ريفلكسيف يمكن بالماريز. هيدي لا لاحظوا ما تغير شيء يا شباب، بيرسون وبيرسون، اكيد ما في نحط اثنين بيرسون، واحد بس واحد بلا، اتفقنا ما بنحط، بنحط بيرسون واحد، اوكي؟ مانج مع نفسه ما تغير شيء، يعني ستاتيك ديناميك ستاتيك، هذه اسمها ريلاسيون ريفلكسيف. هذا ثاني شكل من اشكال الاسوسياسيون سامبل. ثالث شكل هو اون بيرسون مانج، كيف بدي اعبر عنها هيدي؟ لاحظوا عندي ستاتيك عندي ديناميك بس ما عندي ستاتيك تاني، شو الحل؟ اتفقنا ستاتيك بنعبر عنه بكلاس، صح؟ يعني عندي كلاس بيرسون حكما. طب مونج مع مين؟ ما في. مين اللي عنده حل على الخبريه؟ هذه بالميريز ما لها حل على فكره، هذه بالميريز ما لها حل، بينما عندنا هون شو لها حل؟ شو؟ هلا هوني بنحط بيرسون ايه قوي قلبك. استاذ بنحطها ميثود؟ ميثود، برافو عليك، سبقتني. بيرسون مونج، هيدي بالميريز لانه ما في ميثود بالانتيتي ما فينا نحطها. يعني مشان هيك يا شباب عندي ثلاث اشكال من الريلاسيونات ما قالن رابع على فكره. هدول الاسوسياسيون سامبل اللي بتجمع بس اثنين كلاس. اول وحده يا شباب هي ستاتيك بيجمع اثنين ديناميك مثل هيدي. ثاني وحده ريفلكسيف ما في، وثالث وحده هي بس ميثود، خلصت. عرفتوا كيف؟ ميثود، عفوا. ما قالوا الرابع يا شباب، ما قالوا الرابع. حدا عنده اسئله عن يعني عندكم بس تمر معكم جمله هي وحده من هالاشكال الثلاثه ما بقى لها رابع؟ اوكي طيب هلا بس بدي منكم على ال 55 حدا يذكرني بس لو سمحتوا، لان انا بشرب بالشرح مشكلتي. هلا الاجريجاسيون يا شباب، الاجريجاسيون هي ريلاسيون. لاحظوا في علاقه بين يا شباب بين الفواتير والرو ولا لا؟ شو يعني فواتير؟ سياره، ورو يعني دولاب. شو رايكم في علاقه بيناتهم ولا لا؟ شو نقول؟ السياره فيها دولاب، يعني الاد جمله بتربطهم، بما انه لقيت في جملة في بتربطهم معناتها هون عندي شو؟ عندي رولاسي. لاحظوا اي كومبوزي يعني السيارة تتألف من دواليب، اي كونتيان اذا بدكم. هلا بدكم شو قصدي؟ السيارة عندها اربعة او اكتر. ها بتقلي كيف اكتر؟ مين بيعرف يجاوبني؟
مين بيعرف يجاوبني؟ هل في سيارة عندها أكثر من أربعة دولاب؟ دولاب السبير؟ لا إذا بدك، في حل تاني بتشوفوه على طول. هدول سيارات الأعراس بتطلع لها 16 دولاب، عرفتوها؟ هدول البيض اللي بتطلع بتفوت منها بتطلع بالعريس بداية العروس بقلبها. عرفتوا هالسيارات الطويلة كتير؟ ألو؟ لك شو بكون؟ على البرد ما عرفتوا هالسيارات البيض تبعون الأعراس هي بتكون طويلة؟ هي بتكون لا لا شي 8 دوليب مثلا. بس أنا عبقول ممكن في سيارة، هلأ أكيد إذا النص بيقول 4 دوليب بنحط 4 مينيموم ماكسيموم. بس أنا هلأ مش تركيزي على التركيزي على الأجريجاسيون. هلأ حبقى لكم طيب، كل رو ممكن ما يكون موجود على ولا يعني إذا خد دولاب واحد ممكن ما يكون موجود على ولا سيارة، ممكن لقي عند البياع مثلا، وممكن لقي على سيارة واحدة. ما معقول دولاب يكون معلق دولاب بسيارتين، يعني بيكون مره موجود على سيارة أو موجود بسيارة واحدة. صحيح هالكلام؟ صحيح. هي يا شباب بس تكون رولاسيون بمعنى كومبوزي، يعني هذا بيتألف من هذا أو هذا بيتألف من هذا أو هذا جزء من هذا، هي بنسميها أجريجاسيون. هي لهيك معناتها اللغوي على فكرة، بنحط لوزونج بهالشكل. هذا بيدل على شيء اسمه أجريجاسيون. يعني يا شباب هو أكيد منشيل كلمة كومبوزي لأنه هذا لوزونج بدل على كلمة كومبوزي، ما بنحطها، ما بنحط الرول. يعني بس تشوفوا هذا اللوزونج يعني كأني عم بقول الفواتير تتألف من رو، يعني الرو هي جزء من الفواتير. يعني بس تمرق معكم جملة فواتير كومبوزي أو فواتير أو رو اتون اليمون دو لا فواتير أو فواتير كومبورت تحتوي أو شو ما، كل أي جملة توحي بهالموضوع هذا شو بنقول؟ بنقول منعبر عنها بأجريجاسيون بهالشكل. اللوزونج اللي شايفينه هذا لوزونج فاضي، هذا بنسميه أجريجاسيون، هذا بيدل على جزء. طب اللوزونج بنحطه من هذا الميل ولا من هذا الميل؟ على طول بنحطه من جزء الأكبر. مين اللي بيحوي مين؟ مين الأكبر يا شباب، الفواتير ولا الرو؟ الفواتير هي اللي بتحوي الرو مش العكس. مش هيك اللوزونج على طول بيكون من ميل الأكبر ولا يؤثر على الملتيبليستي. يعني اللوزونج ما بيأثر على، لاحظوا الملتيبليستي دالت هي ذاتها قبل ما حطه وبعد ما حطه. يعني اللوزونج بس اذا مرقت معي رولاسيون بمعنى اجريجاسيون بعبر عنها هيك. هلا عندي كمان يا شباب شيء اسمه اجريجاسيون فورت. الاجريجاسيون فورت يعني هي اجريجاسيون بس قويه. لاحظوا انا ممكن اتخيل سياره ما فيها دولاب، اوكي؟ يعني هو صحيح الدولاب جزء من السياره بس ما هو هالجزء الكثير قوي. بينما السياره والشاسي، شاسي بادي بالانجليزي يعني الهيكل بالعربي، شو رايكم؟ هل الشاسي هو جزء من السياره ولا لا؟ شو بكون الشاسي ما هو جزء من السياره؟ ايه جزء من السياره، جزء قوي من السياره، جزء لا يتجزا من السياره. اول شيء هو اي كومبوزي، يعني الفواتير اي كومبوزي من الشاسي، واكيد الفواتير عندها هيكل واحد والشاسي هو تابع لسيارة واحدة، ما معقول شاسي يكون لسيارتين، اوكي؟ طيب هون شو بنعمل يا شباب؟ بنحط هيدي، اكيد هلا اي كومبوزي شلناها، الا بما انه في عندي اجريجاسيون كومبوزي. طيب كيف بعرف انه هيدي اجريجاسيون فورت من اجريجاسيون عادية؟ شو بقول؟ لاحظوا اول شيء بدها تكون اجريجاسيون، ثاني شغله بده يكون في فوقها ان، شايفين هيدي الان؟ اذا ما كانت ان ما بفكر انها اجريجاسيون فورت ولا لا. يعني إذا كان عندي هون 0 1 مثل الرو ما بسأل لأنه هذه أجريجاسيون، مستحيل يكون فورت ويكون هون منا 1. طيب شو بقول؟ بقول يا شباب إذا عملت ديليت للفواتير هل الشاسي بيبقى؟ تخيل يا شباب أنتوا هلأ بفيلم فجرتوها للسيارة، بعيد أكيد ما تخبروني بتقولوا عني إرهابي، بس افترضوا أنا فجرت للسيارة بأحد الأفلام، الشاسي تبعها بدل ولا بيروح؟ شو؟ بيروح ومتعلق فيها بشكل مانو طبيعي. مشان هيك يا شباب هذا بيسموه أجريجاسيون فورت. لك شو بعمل؟ بحط اللوزونج بعبيه بالأسود. وشو بعمل؟ عفوا، وهذه الآن ما بقى لها طعمة. خليني بس زيدها على الأنيميشن. هذا أنيميشن ما بعرف ليش ماني انتبهت لها، ارجع عيد. لاحظوا اول شيء حطينا اجريجاسيون،
بعدين لاحظنا في عندنا هون فوق ام بنقول هلا بسال السؤال هل هي اجريجاسيون فورت ولا لا؟ بقول اذا عملت ديليت للفواتير هل الشاسي موجود؟ اوكي موجود، معناتها الام ما بقى لها طعمه، يعني بس يكون هون اسود يعني وكانه اللي فوق ام، يعني حطيتها ما حطيتها هي ما معناتها اذا غلط تركتها ما هو غلط، بس مجرد ما عندي اجريجاسيون فورت معناتها ما بقى في داعي للان اللي فوق، معناتها هي ام. اوكي طيب شو الفرق لاحظوا هلا بين هذا الجزء وبين الرو؟ شباب انا هلا الاكزامبل اعطيتهم لما تفجرت السياره الشاسي اكيد احترق معها، ما معقول ما بتخفيني اتخيل انا سياره بدون هيكل، بس انا لما تفجرت السياره بتلاقوا بالافلام الدولاب طار، يعني الدولاب لساته موجود، يعني هو ما له جزء لا يتجزا من السياره. اوكي بينما الشاسي جزء لا يتجزا. مثل يا شباب انا ممكن اتخيل انسان بدون عين عنده عين وحده، ما شايفين ناس عندهم عين وحده او حتى بدون عين ثانيه يعني، بس ما فيني اتخيله بدون راس او بدون هيكل عظمي. يعني يا شباب في جزء عادي وفي جزء ثانوي اذا بدكم، في جزء لا يتجزا بنسميه مثل هيكل العظمي تبع الانسان ما فيني اشيله منه. في عندكم شفتوا واحد بشيل هيكل العظمي؟ ما في. او في شيل راسه؟ ما في. يعني ما فيني اتخيل هلا والله هلا حاليا ما في، بس بعدين ما بعرف شو بصير. بس مهم يا شباب في فرق بين جزء، اذا جزء عادي بنعبر عنه باجريجاسيون، اذا جزء لا يتجزا بنعبر عنه باجريجاسيون فورت. اكزامبل ثاني شو رايكم هون؟ لتر المو هي كلمه، لتر هي الاحرف تبع الكلمه، شو رايكم هل اللتر هي جزء من المو؟ هذا اخر اكزامبل قبل ما اوقف ستوب على البريك تبع الصلاه. شو رايكم؟ الو شو رايكم؟ هي جزء منه، هي جزء، معناتها هون في عندي اي كومبوزي. طب المو فيها كلمه او اكثر؟ بتقول لي هل في مو فيها، في مو فيها كلمه يا شباب وحده حرف واحد؟ في مو بتالف من حرف واحد مثل كلمه اي بالانجليزي؟ اوكي اي بالانجليزي هي بتتعرف من حرف واحد، يعني في كلمات من حرف واحد. وفي مثلا حتى بالعربي في فعل الامر مثلا ري مثلا، يعني بمعنى اقرا، قصدي بمعنى انظر، يعني ري كسره، يعني هي كلمه من حرف واحد. طيب وفي كلمات من اكثر من حرف، مثل كلمه كومبوزي مؤلفه من سبع احرف. اوكي طيب اللتر يا شباب هي موجوده بمو وحده، اللتر بتكون موجوده بمو وحده. طيب هلا بيجي بيقول لي اللي كيف مؤلفه من مو وحده؟ يعني انا اذا محيت المو، بدها تمحى اللتر. طيب بيجي حاعطيكم اكزامبل يا شباب بكلمه فورت اللي شايفينها هون، بكلمه كومبوزيشن اللي شايفينها هون. بكلمه فورت في حرف او وبكلمه كومبوزيشن في حرف او. بيجي التلميذ بيقول لي اهي الاو موجوده بكلمه هون وبكلمه هون، معناتها لازم احط هون ا اتوال. شباب اذا حطيت هون ا اتوال ما بقى فيني احط هون اجريجاسيون فورت، اكيد صارت لان لازم تكون هون ا. بس لاحظوا يا شباب صحيح انه هون في او وهون في او، بس هيدي الاو غير هيدي الاو. بتقول لك يا استاذ شو هالحكي، هل هي الاو غير هي الاو؟ اي نعم غير هي الاو، هدول اثنين او مش او وحده. والدليل يا شباب اذا انا محاذ هيدي الفورت تختفي الاو من هون ولا بتضل موجوده؟ اكيد بتضل موجوده، يعني هيدي الاو هن اثنين اوبجي بس شكله نفس الشكل. يعني مثل الحرب يا شباب، انا بخلق بالجيم مليون سولدا، مليون عسكري بنفس الشكل، بس هدول كلهم مليون اوبجي مش اوبجي واحد حتى لو بيشبهوا بعضهم. اوكي يعني تطلعوا انتم باللوح الابيض اللي موجود عندكم بالصف، اشتقنا لايام الصفوف هلا، لوح الصف اللي موجود عندكم وبالصف اللي حدكم هو ذاته نفس الطول نفس العرض نفس الكذا، كل شيء بيشبه بعضه، بس ما معناتها هدول اوبجي واحد، هدول اثنين اوبجي. يعني اللتر او اللي هون غير اللتر او اللي هون، هدول اثنين اوبجي. لاحظوا حتى الكومبوزيشن فيها ثلاثه لتر او، يعني عندي ثلاثه اوبجي او. مشان هيك اللتر الوحده موجوده بمو واحد، واذا محيت المو بدها تمحها. يعني هلا اذا محيت الفورت كل الاحرف تبعها بدي امحيهم، مشان هيك هون الاجريجاسيون فورت. عرفتوا ليش فورت؟ لانه اول شيء فوق هون في عندي المو تتالف من لتر، ثاني شغله اللتر موجوده بان سول مو، يعني ان. بعدين اذا محيت المو بدي محي كل اللتر اللي بقلبها، اذا جيت انا عملت هون افاسي للمو كل اللتر تبعها بيروحوا. شو معناتها؟ معناتها هون اجريجاسيون فورت، ما اجريجاسيون عادي، او بسموها كومبوزيشن. يلا حوقف هلا
بنرجع بترك أسئلتكم لبعد البريك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا السلام عليكم مجددا. هذا اكزامبل حتى اشوفكم فهمتوا مزبوط الاجريجاسيون والاجريجاسيون فورت. شو رايكم هون فامي عائله وانفون في علاقه بيناتهم ولا لا؟ في علاقه اكيد. هذا ابن هالعائله. طيب كيف بعمل الملتيبليسيتي اذا برايكم؟ اول شيء في علاقه يعني بتقول الفامي الوحده لافترض بيت لؤي. لؤي من شو عائلتك انت يا لؤي؟ احمد. شو اسم بيك يعني؟ طلعت. ما سمعت. طلعت. طيب عائلة طلعت احمد هي عائلة معروفة. بعطي اكزامبل هون على الفامي اوبجي على الفامي. بقول الفامي كم انفون فيها؟ هلا اكيد طلعت يكون في عندهم ولد واحد مثلا، بس بعطي بشكل عام يعني الفامي الوحدة كم انفون ممكن يكون فيها ما عنده ولا انفون لسه ما خلفوا او الله حرمهم الخلفة، ممكن يكون اكثر. ما هيك معناتها شو عندي هون؟ عندي اير ايتوال. مزبوط هالحكي؟ عفوا لتكون زيرو ايتوال. بعتذر. لا ممكن في بالمدرسة، اذا بالمدرسة فامي بالمدرسة اكيد عندها على الاقل ولد ولا ما سجلتها بالداتابيز، ولا شو جايين يعملوا عندي؟ عرفتوا كيف؟ شفتوا كيف بيختلف الكام من كال؟ اذا بشكل عام ايه ممكن يكون فامي ما عنده ولا ولد. بس اذا انا هون عم بحكي داتابيز مدرسه اكيد الفامي ما حدخلها الا اذا عنده ولد بالمدرسه. ما شفتوا كيف اختلفت الامور؟ يعني اذا حطيتها زيرو اطوال بتكون صح، واذا كان بدوبيكاتني اطوال كمان صح. معلش انا خليني احطها زيرو اطوال مش ما حد. واتفقنا هي زيرو اطوال هي زيرتها اطوال. ما هيك؟ طيب هلا الانفون بكم فامي موجود؟ شو يا شباب؟ شو وليد؟ بوحده. فامي وحدة. هذه ما خلاف، ما في عنا خلاف عليها. طيب شو رأيكم؟ هل هون في أجريغاسيون ولا لا؟ قبل ما نحكي بالأجريغاسيون فورت، يعني هل في معنى هون فينا نقول فامي تتألف من أنفون أو أنفون وجزء من الفامي؟ شو رأيكم؟ هلأ نرجع للإكزامبل اللي كنا فيه، قلنا كل فامي فيها أ أو بلوزير. يعني في عفوا ممكن ما يكون فيها ولا ولد، ممكن يكون فيها بليز والان. طيب اكيد هون فينا نقول انه الانفون جزء من الفامي والفامي هي تحتوي على انفون. مش هيك شو بنعمل؟ بنحط فيها اجريجاسيون. بس هل هذه اجريجاسيون فورت ولا لا؟ مين بيعرف يجاوبني؟ اول شيء فيني اقول هون في عندي اجريجاسيون، قلنا الاجريجاسيون فورت او الكومبوزيشن عندها ثلاث شروط. اول شرط انها تكون اجريجاسيون، هون عندي اجريجاسيون يعني استوفينا اول شرط. ثاني شرط انها تكون هون اه الملتيبليسيتي فوق الاجريجاسيون تكون اه، اذا ما انا اه ما بقى بحسب الموضوع على طول فاميلي بتكون. طب هون في اه في اه. طيب هالسؤال هلا هل هي فورت ولا لا برايكم؟ ايه هي فورت. يعني هل الانفون هو جزء لا يتجزا؟ شفتوا كيف فكر بالفورت؟ هذا المبدا. على كيف بتبين معي انا الاجريجاسيون فورت اذا بدكم بالداتابيس؟ تعرف كيف بتبين؟ مين بيعرف؟ تتذكروا اون ديليت كاسكاد بالاكسس؟ يعني اون ديليت كاسكاد يعني اذا محيت هيدي كل شيء له علاقه فيها بده يمحى، صح؟ هي بسموها اون ديليت كاسكاد بالداتابيس. بينما بالبرمجه يا شباب بس نخلق كلاس فامي بنفس الفايل منحط من تحت كلاس انفون. هذا يا شباب بيعبر عن الاجريجاسيون، اجريجاسيون فورت. يعني بقلب البرمجه مش نقول كلاس بيبليك كلاس فامي، بنعبي مخلص بنسكر الاكولاد من تحت، تحت منه بنفس الفايل نكتب بيبليك كلاس انفون. عرفتوا كيف؟ وبنعبي الداتا تبعته. يعني بيصيروا بنفس الفايل في عندي كلاس فامي، لان هني جزئين لا يتجزأوا عن بعضهم. عرفتوا كيف؟ هذا هيك بالبرمجة الجافا بيبين عندي الاجريجاسيون فورت. حتى عنده سؤال عن الاجريجاسيون فورت؟ طب حتى في يعطيني اكزامبل تاني على الاجريجاسيون فورت او فابل. خليني اعطيكم اكزامبل تاني مش نتأكد انكم مثلا افترضوا عندي هون جوار شو بيسمون هول
بلاير او جوار بيسموه جوار واكيب شو يعني فريق ولاعبين معك بالمبدا يا شباب الفريق بيتالف من من اكثر من لاعب اكيد بما انه فريق خلينا نحط معنى فريق التنس بيتالف من لاعب واحد يعني ممكن يكون فريق بيتالف من لاعب واحد بس مهم فريق من ا او بلوزير جوار بس معلش حتى اكون شوي منطقي ححط اثنين انتبهوا لي اذا حدا طالب الدخول ها طيب والاكيب واللاعب بيلعب مع فريق واحد لافترض مزبوط طب هلا قولوا لي انتم هل الاجريجاسيون فورت ولا لا هذه اجريجاسيون فورت شو اول شيء طبعا انتبهوا لي انا قصد غلطت هل السونس تبع الاجريجاسيون صح اللوزانج مهم بنحطه من جهه الجوار مين بيحوي مين الاكيب هو بيحوي الجوار ولا الجوار بيحوي الاكيب شو يا شباب شو بكون لو ما بتسمعوني الجوار أكيد هو أكبر من الجوار أنا أصلاً أنت غلط يا شباب أكيد الأجريجاسون بتكون من ناحية مين بتكون من ناحية الأكبر اللي هو الأكيب يعني السنس طبعا الأجريجاسون بيكون من هون هنحط هلا حط أول شيء زيرو هلا بقولكم شو قصدي بالزيرو جوار جوار وهون قلنا اتفقنا يا شباب انه الاكيب في دو او بليزير اكيد حسب الحالات او قد بيكون ست او بليزير حسب الفكرة هلا يا شباب هون في عندي اجريجاسيون بدون خلاف يعني الاكيب يتألف من لاعبين بس اول شيء ليش حطيت الجوار زيرو او يعني اوقات لاعب ما عم بيلعب مع اي فريق يعني خلص عقده مع الفريق وما عم بيلعب مع ولا فريق هون يا شباب ما بقى ابحث عن اجريجاسيون فورت ولا لا اكيد فاهم ليش لانه فوق الاجريجاسيون ما في عرفتوا كيف يعني اذا كان في عندي الاجريجاسيون فوق منها اول شرط في اجريجاسيون مش الحل ثاني شرط بده يكون فوق منها بما انه مستحيل تكون فورت بما انه زيرو مستحيل يمنع مستحيل تكون فورت بس لا افترض انا يا شباب يعني خلص هون وقفنا ما اكيد ما انا اجريجاسيون فورت بس لا افترض انا هلا انه ممنوع اللعب الا ما يكون مع فريق لا افترض هيك انه النص هيك بيقول شو رايكم هلا هون بسال السؤال هون بصير ببحث هل هي اجريجاسيون فورت ولا لا شو بقول انا لا افترض انه اليوفي هو جوفنتوس هو فريق إذا جيت أنا عملت له دلت هل اللاعبين تقوني بمحو ولا بدلوا موجودين افترضوا ريال مدريد لأنه مشهور أكثر افترضوا ريال مدريد أو برشلونة أنا محيته إجا الاتحاد قال له أنت عم تتلاعب بالنتائج أنا بدي أمحي لك السجل تبعك هل لاعبينه بدلوا موجودين ولا كمان بمحو معهم شو لا هوني اكيد بدل موجود اللاعب شو اذا كان فرط الفريق باللاعب بيموت لا هوني صحيح انه اجريجاسيون بس ما انا اجريجاسيون فورت يعني مع ان هوني بس بتركها هيك فاضي شفتوا كيف بتركها شو فاضي شفتوا كيف عاده يا شباب عاده بشكل عام عم بحكي مجرد ما لقيته هون اذا عندك تردد يعني ماك متاكد من الجواب مزبوط عبيها يعني معظم الاحيان بس تكون هون في بتكون اجريجاسيون فورت يعني بتكون هيك بس تلاقوا معظم الاحيان بتكون فورت يعني اذا انت مانك متاكد حطها فورت بس بشكل عام مثل هذه الحاله يا شباب انه لا هوني ما انا جزء لا يتجزا يعني انا ممكن اتخيل الاكيب ينعمل له ديليت بس الجوار يضل موجود فينا ننتقل على الباراجراف اللي بعدها طيب هلا بننتقل على كلاس داستوساسيون شباب عندي إليف وماتير لاحظوا هون الإليف وماتير اللي بلشنا فيهم أول المحاضرة قلنا الإليف
انسي كرير عفوا النوت، تذكروا مرقت معنا النوت بالمحاضرة الماضية وما عرفنا وين بدنا نحط هالنوت. لا نستطيع ان نحط النوت عند الالاف لسببين. اول شيء لان هي ديبون بالالاف وبالماتير، معنا ديبون بس بالالاف، لاحظوا الادريسون ديبون بس بالالاف والتليفون ديبون بس بالالاف، تذكروا الى ديبوندونس ديريكت. بينما النوت صحيح ديبون بالالاف بس كمان ديبون بالماتير، ونفس الشيء ما فيني احطها بالماتير لانه ديبون بالماتير وبالالاف، هذا اول شغله. كمان ما فيني احطها بالالاف لانه الالاف ممكن يكون عنده اكثر من نوت، يعني كمان الانيميراسيون بتقلي انه ما لازم نحطهم راجل دينيميراسيون، ولا فيني حطها عند الماتير لانه شو، لانه كمان الماتير عنده اكثر نوت، كل تلميذ بياخد نوت ما عنده نوت وحده. اذا بتتذكروا راجل دينيميراسيون الفو ا شاك انستانس شاك بروبريتي بوسيد ان سول فالور، وبما انه هون النوت عنده بليزيور فالور ما فيني حطها لهون لهون. يعني بالعربي مش هبرح يا شباب، النوت لا فيني حطها عند الالاف ولا فيني حطها عند الماتير. طب وين بدي احطها؟ شو بذكركم هالحكي؟ شو بذكركم هالحكي؟ تذكروا الريلاسيون بورتوز دو دوني؟ تذكروها؟ شو؟ الريلاسيون بورتوز دو دوني بتذكروها؟ ما بتتذكروها. هيدا يا شباب عندي الريلاسيون بين الالاف والماتير اسمها نوتاسيون. كل إليف عنده أن أو بلوزيور ماتير، وكل ماتير عنده بلوزيور إليف. بتقولي ليش الماتير ما عنده ولا إليف؟ قول بركي الماتير ما حدا اختارها، بتكون هي مرة اختيارية مثلا. لكن كيف نعبر عن الرلاسيون بورتوزر؟ لكن النوت وين محلها؟ منحط كلاس عادي، منحط بقلب النوت، منسمي نوتاسيون، فيكن تحطوه بلا اسم كمان، بس مجرد ما حطيتوله ميتود إجبار يكون عنده اسم. مجرد ما يكون عنده ميثود اجبار يكون عنده اسم. اسمه نوتاسيون سميته بنفس اسم الريلاسيون وحطيته بقلب النوت. لاحظوا يا شباب النوت اللي عليها بالالاف وبالماتير، ماشي الحال. كمان يا شباب حتى يكون عندي ريلاسيون كلاس داسوسياسيون، هلا بقول لكم ليش سموه كلاس داسوسياسيون ما سموه كلاس عادي. هذا الكلاس نوتاسيون اسمه كلاس داسوسياسيون، لاحظوا كيف مربوط بالاسوسياسيون بالريلاسيون. يعني الثاني شغلة يا شباب انه هذا الكلاس، لاحظوا هون many to many، بدها تكون ريلاسيون many to many. نفس الشيء هذه بال شو بسموها هيدي بالمريز، بدها تكون ريلاسيون n حتى تكون ريلاسيون بورتوز صح. يعني ما فيني اعمل كلاس داسوسياسيون الا ما تكون n. ماشي الحال. الشرط الثالث يا شباب انه كل انستانس للريلاسيون، او اذا بدكم اذا اخذنا ان سول اليف ان سول ماتير، لازم يكون عندي ان سول نوت او ماكسيموم. يعني انا يا شباب اذا اخذت الاف واحد لافترض لو اي، واخذت ماتير واحده لافترض لو ام ال، كم نوت بياخذوا عليها التلميذ؟ مثلا انتم بالشهاده كم نوت بيحطوا لكم لليو ام ال؟ بيحطوا لكم نوت واحده، يعني ماكسيموم بيحطوا نوت. هذا دليل شو؟ انه هيدي الريلاسيون صح. يعني عندي ثلاث شروط لها. اول شيء النوت بدها تكون لها علاقه بالاثنين سوا، والا ما حطيتها بيناتهم. ثاني شغله بدها تكون ستار ستار، يعني بدها تكون ميني تو ميني ريلاسيون. ثالث شرط ان سول فالور هون وان سول فالور هون، حيعطيني ان سول فالور للنوت. وهذا الراجل هي ريلاسيونيل مانا اورينتي اوبجي. بالحقيقه بالاورينتي اوبجي كل شيء بيزبط، بس انا ليش بدي اياكم تتبعوها مع انه هي ريلاسيونيل؟ لانه موعد بيزبط معكم داتابيز بتفوتوا بالحيطان. طيب شو هذه القاعده اللي قلت لكم اياها؟ بعرف انه ما فهمتوها وبعرف انه لسه بدي اشرح، بس خليني ارجع ركز لكم اياها براسكم. اول شيء ليش سموه هذا كلاس داسوسياسيون؟ لانه يا شباب لاحظوا الكلاس ماتير موجوده، يعني انا مدة الاعمال موجوده، تسجل التلميذ ولا ما تسجل، والالاف موجود كيف في ماتير ولا في. يعني الكلاس يا شباب عاده مستقل بذاته، الايكول كلاس ايكول موجوده، بس بينما الكلاس نوتاسيون انا ما بحكي فيه الا اذا كانت موجوده الريلاسيون. اذا ما انا موجوده الريلاسيون هو منه موجود، مشان هيك وجوده متعلق بالريلاسيون، مشان هيك سموه كلاس داسوسياسيون. مشان هيك يا شباب شوفير الوزير اسمه شوفير الوزير، الوزير موجود، بينما شوفير الوزير وجوده متعلق بوجود الوزير، مشان هيك هو اضعف منه. شفتوا كيف؟ ونفس الشيء هون الكلاس داسوسياسيون هو اقل استقلاليه من الكلاس العادي، لانه هذا الكلاس الف مستقل بذاته موجود، بينما الكلاس نوتاسيون ما بحكي فيها
الا ما تكون موجوده الريلاسيون، مشان هيك سموها كلاس داسوسياسيون. برسم كلاس مثل ما بنتعلم رسمنا الكلاس وبنحط هون ليني بوينتيه واصحابهم يا شباب الريلاسيون الوحده او الاسوسياسيون الوحده، تحطوا عليها اثنين كلاس داسوسياسيون. اوعى هذا خطا، يعني كل اسوسياسيون عندها ماكسيموم كلاس داسوسياسيون واحد. شروطها يا شباب، اول شغله مثل ما قلنا هو متعلقه بالريلاسيون او اذا بدكم العلاقه باثنين كلاس. ثاني شرط بدها تكون ميني تو ميني. ثالث شرط ان سول فالور هون وان سول فالور هون حيعطيني ماكسيموم ان سول فالور للبروبريتي اللي هي هون بحالي النوت. يعني انا يا شباب اذا الاليف الاليف الواحد لافترض له اي والماتير الوحده بياخذ له اكثر من نوت، ما بقي بشي حاله هذه، بدي اضطر احول النوتاسيون لكلاس طبيعي واصوله فيهم كانه كلاس عادي. هلا حاعطيكم اكزامبل ثاني حتى نفهم اكثر. هذه الشروط تبعتها يا شباب، اول شيء ديبوندونس دي دو كلاس اون ميم تون، يعني حارجع اطبقها هون. هيدا النوت له علاقه باثنين كلاس، له علاقه بالماتير وله علاقه بالاليف. ثاني شرط انه الاسوسياسيون هي بدها تكون ميني تو ميني، لهو بده يكون ميني تو ميني، بده يكون هون ايطوال وهون ايطوال. اذا بدكم الماكسيموم بده يكون اكثر من اه، اذا في عندي الماكسيموم اه بوحده منهم ما بيمشي الحال. ثالث شرط يا شباب une seule instance donne une seule valeur au maximum. une seule instance la relation يعني اذا حطيت هون كل يعني هون اليف واحد واليف واحد وماتير واحده بيعطيني او ماكسيموم النوت. شفتوا كيف هدول الثلاث شروط طبعنا. حنتقل لاكزامبل ثاني. لاحظوا هون نرجع لنطبق. شو رايكم يا شباب؟ اول قاعده موجوده النوت ما لها علاقه باثنين سوا، لها علاقه باثنين سوا، معناتها اول قاعده محترمينها نحن. ثاني قاعده هي ميني تو ميني، عندي ستار ستار كمان عندي اياها، معناتها هون القاعده محترمينها. ثالث قاعده اللي هي ان سول انستانس على اثنين اوبجي اللي على اثنين كلاس اللي هن بشكل ريلاسيون بيعطيني ان سول فالور للنوت. صح، لان هلا قلنا التلميذ الواحد والماتير الواحده عم يعطوه نوت وحده. لو بيعطوه اكثر من نوت خلص صرت هيدي ما انا محترمينها، صرت ما بقى فيني اعمل كلاس داسوسياسيون. هيدا عم بحكي دو بوين دو فيو ريلاسيونيل. طيب هلا طيب مهم. هلا يا شباب عندي ام وفام، رجل وامراه، اكيد عندهم بروبريتي وعندهم ميثود. انا ما اقتصرت على النو والنو بس حتى اختصر. هون يا شباب اكيد ما في اجريجاسيون، ما فيني اقول انه الرجل يتالف من مراه والمراه يتالف من رجل. يعني هون ما في شيء اسمه اجريجاسيون، هذا خارج الموضوع. هلا عم نحكي عن الكلاس داسوسياسيون. طيب في علاقه بيناتهم هي المارياج، الزواج. اكيد في كثير علاقات ممكن تكون بين الام والفم، ممكن تكون علاقه حب، ممكن الام ضرب المراه او المراه ضربت الام، او ممكن تكون شو بعرفني. بس انا هون عم بحكي عن ريلاسيون دو مارياج، الزواج. ان شاء الله كلكم تتزوجوا. طيب العابل العزيمي يعني مثل ما بيقولوا. طيب هلا بالنسبه للكارديناليتي او الملتيبليستي مين بيساعدني فيها؟ الام كم فام بيتزوج؟ يعني شو بحط هون؟ 0 و 4. 0 و 4. طب شو رايك انه 0 و 8؟ مين بيعرف؟ لك هون ما اتفقنا بالمرياج هيك بنعمل؟ بنقوم ناخذ انسل ام، نعطي اوبجي هون، بنقول كم فام بيتزوج؟ انا برايي 0 و 8. ليش ما 0 و 4 يا دومازيل؟ قلنا حتى نعمل ملتي سيستم نحط اوبجي هون وبنقول الرجل الواحد بيتزوج كم مرأة. حطيت اوبجي هون قلت الرجل الواحد كم مرأة بيتزوج، مثل ما علمتكم 0 ايطوال. ليش 0 مش 0 4 مثل ما قلت؟ اول شيء 0 لا ممكن يكون اعزب، في كثير ممكن عزابي بعتقد. وايطوال ليش ما حطيت 4؟ لانه يا شباب حتى لو بالديانه لا تسمح بتعدد الزوجات بتدلها زيرو إطوال، لأنه واحد ممكن تموت زوجته ويتزوج واحدة تانية. يعني حتى هذا المتزوج 4 إذا ماتت واحدة من زوجته وتزوج واحدة شو بيصيروا؟ 5. وحتى بالديانات لا تسمح تعدد الزوجات، بس تموت مرته ويتزوج غيرها، يعني معناتها ممكن المرياج يكون شو؟ إطوال. طب هلأ بننتقل للمفهم. شو رأيكم نعطي أوبجيه هون؟ بنقول المرأة الواحدة حطيتها اختيارها قصد حتى شو؟ حتى تكون مقطعة مواصلة، يعني متجوزت لها 4-5. شو رأيكم؟ المرأة كم واحدة ممكن تتزوج؟ هو بالحقيقة ممكن حتقولي لي 0 1،
بس هي اذا ميت زوجها بتتزوج غيره ولا لا؟ شو بشكل عام فيها تتزوج ولا ما فيها تتزوج؟ يعني كمان زيرو اطوال. شفتوا كيف؟ يعني المرياج هي زيرو اطوال زيرو اطوال، فيني حط اطوال اطوال مثل ما اتفقنا. عرفتوا ليش زيرو اطوال زيرو اطوال؟ لانه ممكن الزوج يموت ومتزوج اكثر. والزيرو شو السبب؟ السبب انه ممكن واحد يكون اعزب ما يكون، يعني اذا حطيت اه معناتها كل العالم بده يتزوجها. عرفتوا كيف؟ طيب هلا اذا كان الكا عم نحكي مثلا افترضوا بمدرسه، اكيد الام والفام هون متزوجين صرت اه يعني اكيد حسب الكا اللي عم نحكي. طيب هلا نرجع يا شباب للوجع الراس طبعاً تبع الكلاس داسوساسيون. هون يا شباب بدي احكي عن الدات دو مارياج، وين بدي احطه؟ وين بدي احط الدات دو مارياج؟ فيني احطه عند الام؟ لاحظوا اول شيء هو منو ديبون ديريكتومون. شو قلتي يا دوموزيل؟ بفتح لك كلاس لحاله. شو يعني وين بدي احطه هالكلاس؟ بقلب المارياج. تمام. طب ليكي قبل ما كفي معك، فيني احط دات دو مارياج هون بالام؟ اذا فيني احطه هون برتاح، او فيني احطه عند الفام؟ ليش ما فيني احطه؟ لسببين او اذا بدكم لثلاث اسباب. السبب الاول يا شباب، الدات دو مارياج هون الدات له علاقه بالمارياج، والمارياج له علاقه بالام. هذا ديبوندونس انديريكت، تذكروا؟ يعني ما فيني احطه هون. تاني سبب كمان ديبوندونس انديريكت، الدات له علاقه بالام، دات دو مارياج له علاقه بالام وله علاقه بالفام. لو عندي هون دات دو نيسانس كان متفقين عليها نحن، دات دو نيسانس له علاقه بالام بس او له علاقه بالفام بس. بس عم نحكي دات دو مارياج، يعني اول شيء ديبوندونس ديريكت بتقول لي شيلوا من هون، لا فيني احطه لا عند الام ولا عند الفام. طيب الريجل دو نيميراسيون كمان، اذا حطيت دات دو مارياج هون، طب ممكن الام ما يتزوج مثل ما حاطين هون، عفوا مثل ما حاطين هون، ممكن الام ما يتزوج. يعني معناتها دات دو مارياج عنده بس ما حتلزم له. يعني ما اللي احنا قلنا لازم يكون راجل دو نيميراسيون عنده ان سول فالور، ممكن ما يتزوج وممكن يتزوج اكثر من وحده، مثل ما حاطين هون اطوال. يعني معناتها دات دو مارياج كمان ما فيني احطها بكل الاحوال، ما فيني احطها هون، ونفس الشيء ما فيني احطها عند الفام. وهي لها علاقه باثنين سوا، مثل ما قلت رفيقتكم دات دو مارياج بدي احطها بكلاس اسمه مارياج. لاحظوا يا شباب، هذا الدات دو مارياج له علاقه باثنين سوا، وجود المارياج مرتبط يعني اذا اثنين ما تزوجوا ما بنحكي بالدات دو مارياج، مشان هيك هو كلاس داسوساسيون. طيب هلا بدنا نطبق عليه الشروط اللي حكينا فيها. اول شرط، هل الدات دو مارياج له علاقه باثنين سوا؟ شو رايكم؟ له علاقه بالام والفام ولا لا؟ له علاقه فيه اكيد، معناتها اول واحد صح. طيب ثاني كا، هل عندي ميني تو ميني؟ شو رايكم؟ عندي ميني تو ميني شيء؟ عندي ستار ستار هون؟ شو؟ ايه عنا عنا. شو معناتها؟ معناتها كمان هدي مطابقه للشروط. طيب هلا ثالث شرط، ان سول انستانس دون ان سول فالور او ماكسيموم. يعني هلا اذا اعطيت ام لافترض عنتر وحطيت هون عبله مثلا، عنتر يعني هيك عن رجل محدد وعبلة امرأة محددة، هل بيعطوني أكثر من دات دو مارياج؟ شو رأيكم؟ لا. إذا لا يا شباب يعني معناتها هاي الرلاسيون صح 100%، صفة ثلاث شروط. بس ليش إيه يا لؤي؟ بعتقد حكى لؤي أو وليد ما بعرف. ليش إيه يا شباب؟ لأنه ممكن هدول يتطلقوا، يمكن معنتر يطلقها لعبلة ويرجع يتجوز مرة تانية، يرجع ينضرب عقله مرة تانية. معناتها ممكن يكون عندهم أكثر من دات دو مارياج. صح الحكي ولا لا؟ بشكل عام عم بحكي أنا. يعني معناتها يا شباب إنه هذه آخر قاعدة ما زبطت معنا، إلا إذا كانت بديانة لا تسمح بتعدد الزوجات. إذا لا تسمح بتعدد الزوجات يعني معناتها أنسال أم، بما إنه ما فين يتطلقوا، قصدي ما فين يتطلقوا، إذا كان ديانة لا تسمح الطلاق معناتها هيدا ما بقى في طلقه. شو معناتها؟ معناتها عندهم دات دو مارياج، معناتها هيدي صح. بس بشكل عام اذا الطلاق موجود وهو مثل ما موجود بالحقيقه، معناتها هيدي ما انا مستوفي الشروط. شو معناتها يا شباب؟ يعني ما بقى فيني اعمل كلاس داسوساسيون. طب مين بيعرف شو هو الحل؟ شو هو الحل يا شباب؟
شو الحل؟ عرفتوا ليش يا شباب عندي اكثر من داد ومرياج؟ لانه عنتر ممكن يطلع عبله ويتجوز مره ثانيه، تجوز بواحد نيسان بعيد الكذب، دلوا سنتين رجعوا لقوا بعضهم، ما جاب له ذهب ومدري شو وفي إتا ما بعرف ايش، علقوا بعضهم اتطلقوا بشو بعد سنتين، رجعوا بعدين حنوا لبعضهم، رجعوا تجوزوا بواحد شباط 2021. يعني معناتها كم دادو مرياج صار عندهم؟ صار عندهم 2 دادو مرياج، معناتها ممكن يكون عندهم اكثر من دادو، معناتها ما هو فيني يتركها هيك. بس مثل ما قال اذا ديانه تمنع الطلاق معناتها مستحيل يكون عندهم اكثر من دادو مرياج، معناتها هيدي صح. مشان هيك بحال العامه هيدي غلط. طب مين بيعرف شو الحل؟ كيف بدي حله اذا ما فيني اعمل لها كلاس داسوساسيون؟ من يعلم؟ شو؟ كيف نعرف؟ مين عنده حل؟ إذا هون ما فينا نعملها كلاس داسوساسيون، كيف بدي أعملها؟ غلط؟ شو؟ بكل بساطة يا شباب، بحول المرياج لكلاس طبيعي، بيكون كلاس مثله مثل الأم مثل الفام، وبحطه بالنص، وبربطه بالأم وبالفام، يعني مثل الحل التالي. لاحظوا، حطيت المرياج بالنص، ما بقته كلاس داسوساسيون، صار كلاس عادي. وهيدي الدات اللي بقلبه هي الدات دو مارياج، وكل مارياج هو له علاقه بانسول ام وبانسول فام، وكل ام مثل ما قلنا بيتزوج اكثر من مره او ممكن ما يتزوج، ونفس الشيء بالنسبه للفام. هذا الحل البديل. يعني اذا ما زبطت معنا كلاس داسوساسيون يا شباب، كيف بنحل الحل؟ بنحله هيك. طب اللي عنده شك، اللي عنده شك بتطبيق هالقواعد، يعني اجى على القاعده الثالثه قال انا ما بعرف، لا ما فهمين موضوع الزواج مزبوط، قال أنا ماني متأكد إذا بتعطيني أكثر من دادو مرياج ولا لا، والنص ما لا يقول ذلك، شو بيعمل؟ هذا الحل يا شباب على طول صح. يعني إذا عندك شك بترجع لهون بتعمل هيك، إذا ما عندك شك شو بتعمل؟ بتعمل يعني إذا أنت متأكد أنه بيعطيني أنسول دادو مرياج مثلا ممنوع الطلاق، خلاص هيدي صح. إذا عندك شك بتعمل هذا الحل. فهمتوا هذا الحل كيف؟ هذا الحل رجعنا لكال طبيعي، ما بقى عندي كلاس داسوساسيون. يعني هون أنا لازم أشيل كلمة كلاس داسوساسيون، يعني إذا كلاس داسوساسيون ما زبط هيك بحله. طيب هلأ بدي لكم على شغلة، لاحظوا المرياج بدل على شيء ديناميك، زواج. هذا من الحالات اللي بنعمله عادة، نحن اتفقنا يا شباب بس يكون عندي شيء ستاتيك قلنا قولا واحدا بأول محاضرة هو كلاس. بس الديناميك يا شباب مثل المرياج، مثل الفونت، مثل الأشتي، مثل فرابي، إذا بدكم كل هول ديناميك، هذول بيكونوا أسوساسيون. بس كيف بنعملهم كلاس؟ بنعملهم كلاس الديناميك يا شباب إذا النص حكى عنه. يعني إذا أجا قول عندي داد دو مرياج وعندي شهود للمرياج، لاحظنا إنه المرياج أخذ شو؟ أخذ اهتمام. مجرد ما لقينا الأسوساسيون عليها اهتمام يفضل إني أعملها كلاس. مثل هون مثلا أنا إجا قول، لحظة هون هرجع لأول كان، إجا قول أم تزوج فان وخلصت، خلص ربطتهم ببعضهم وخلصت. شو بيجي أنا بعمل يا شباب؟ بيجي بقول إنه هذا الأم تزوج الفان، بس بعد شوي قال لي عندي الداد دو مرياج وعندي شهود لاحظوا صار المرياج عم ياخذ اهتمام، ساعتها يا شباب يفضل إنه يضل يحوله لكلاس. أنا هون عم بعطي إكزامبل المرياج، اوكي؟ يعني مجرد ما لقيت الاسوساسيون لقيت عليها اهتمام او عم يحكي عليها النص اكثر من جمله دغري بحولها لكلاس. هيدي نصيحه من وراء الخبره هيدا، اوكي؟ طيب ثاني اكزامبل يا شباب بدي اقول لكم اياه، كمان ملاحظه بدي اقول لكم اياها مهمه، هي يا شباب انه انا لما بيجي بدي اعمل الملتيبليسيتي، ما بديش بدي اعمل الملتيبليسيتي، الجمله قالت ام اي ماريي اون فام par une femme. لاحظوا الجملة جابتت الأم بالفام مثل ما حكينا بأول محاضرة. لما بيجي بعمل الملتيبليسيتي خد هالجملة وما تتطلع بباقي الجمل، ما تربط الجمل ببعضها. يعني أنت عم تعمل لهذه الجملة، إذا كانت الأم والفام مربوطين بجمل تانيين، الأم لوحده أو الفام لوحده أو ما بعضهم، انساهم، ما كأنه موجودين بالنص. بتركز على هذه الجملة، بتقول une homme marié de plusieurs femmes، خلص عم بتطلع بهذه وبنسى النص كله، وعلى اساسها بعمل الملتيبليسيتي. يعني بس بدي اعمل الملتيبليسيتي يا شباب
بياخد هذه الجملة وبنسى باقي النص، ما بشعب الأمور وبضيع حالي. هي تاني ملاحظة. تالت ملاحظة يا شباب، هي مهمة كتير، بس يا شباب تكون الجملة مذكورة بالبلوريال لا تفيد الملتيبليستي. شو يعني؟ يعني ما فيني استنتج منها الملتيبليستي. إذا كانت النص بيقول يا شباب، خليني ارجع لهون شوي لورا. إذا كان النص بيقول لزوم أمريه بارزيفام، الرجال يتزوجون النساء، هذه يا شباب ما فيني استفيد منها أي ملتيبليستي. بس كل شيء بيستفيد منها أنه في علاقة بين الرجل والأم والفام هي المرياج. بس إذا كانت الجملة بتقول إنوم أمريه إنوم أو إنوم أن تبو قلت أن إنوم أمريه بار بلوزيار فام، ساعتها هون فيني استنتج منها ملتيبليستي. عرفتوا كيف؟ بس طب اذا كانت النص بيقول لازم اماريه افيك دي فام، طب كيف بدي اعرف انا الملتيبليستي؟ بنقول له يا عيني عليك، الملتيبليستي كيف بتعرفها؟ يا اما بيكون في جمله تانية بالنص بتشرح الملتيبليستي، بتقول ان فام ان هوم اماريه بار بليزيور فام، او اذا مش مذكور شيء ابدا شو بتعمل؟ ساعتها بترجع لللوجيك اللي انت بتعرفه. يعني انت شو بتعرف عن الزواج بتحطه. شفتوا كيف؟ يعني برجع ارجع عيد، اذا كانت الجمله مذكوره بالبلوريال حاكتب لكم اياها هون. اذا كانت الجمله مذكوره كما يلي، زوم زوم ماريا ماريا بار ماريا بليزير فام، ما راح تخلي يختصر بليزير فام. يا شباب مثل ما هي هذه الجمله يا شباب، مثل ما شايفين انتم ليزوم، لاحظوا عندي هون بالبلوريال وهون بالبلوريال، ما فيني استنتج انه في ريلاسيون بيناتهم، بس ما فيني استنتج منها الملتيبليستي الا اذا كانت بالصيغه التاليه. اذا قالت كانت انوم انوم، لاحظوا هون عم نحكي عن ان اي ماريه، أنا كتبت ماريا جي، عفوا ماريا لازم يكون ايه؟ أن هوم ماريا، عفوا ماريا، شو هي؟ مصيبة، ماريا بار ماريا بليزيور فام، ما هيك؟ هلا جماعة التعدد الزوجات بيقوموا علينا، بس مهم معلش عم نحكي بأعمال هلا. هلا إذا كانت الجملة بالمفرد مثل ما مكتوبة هون أن هوم ماريا، أول شيء بنتجنب منها إنه في ريلاسيون دو مارياج بيناتهم، وثاني شغلة فيني استنتج منها الملتيبليستي. ليش؟ لان هون عم بيقول لي انوم ماريه بار بليزيور فام. شفتوا كيف الفكره يا شباب؟ بينما اذا كانت الصيغه مثل ما كنت عامل من شوي انا، عيني هيدي ليزوم ماريه، انا اكبرها هون، اذا كانت هيك فيني استنتج منها الريلاسيون فقط. طب بتقلي طب كيف بدي اجيب الملتيبليستي؟ بقول لك تنطر النص، هل في جمله ثانيه قايل الام كم مره بيتزوج؟ اذا قايل بتحطها، اذا ما نو قايل الام الواحد يعني او الفام الوحده، اذا ما نو قايل هون بدك تتخيل انت الكاريال، بتقول انا مثلا الرجال كم مره بيتزوج؟ يمكن هلا مثلا اذا واحد مسيحي ما بيتخيل انه الرجال بيتزوج اكثر من مره. عرفتوا كيف؟ لا ما بتزبط هون، لانه اذا ماتت بيتزوج اكثر، لا حتى كان مثل ما قلنا شو ما كانت الديانات بتكون زيرو اطوال زيرو اطوال. يعني برجع للمنطق، اذا مش مذكور بالنص، يعني على طول يا شباب اول شيء الاحترام للنص، اذا النص ما ذكر ساعتها انا بتخيل اللوجيك اللي بعرفه. شفتوا كيف؟ وعلى طول نصيحه، تخيلوا اللوجيك اللي اريح لكم. عرفتوا كيف؟ يعني اذا كان اللوجيك يحتمل وجهين اختاروا اللوجيك الاسهل. يعني مثلا اذا الفاتوره بيشتريها ممكن يشتريها كليون وممكن اكثر، بمسابقة اليوم قال والنص قال انه الكليون بيشتري فواتير، بس ما قال الفاتورة بيشتريها كم كليون. طب بما انه ما قال، انت اعتبر الفاتورة بيشتريها كليون واحد وانتهى الموضوع وريح راسك. بس بالبراتيك لا، بالبراتيك بدك تاخذ الكار ريال، يعني يمكن اذا كانت الفاتورة بيشتريها اكثر من كليون بدك تضطر تحط بليزر كليون. معلش طلعت هلا، خليني انتقل على الاكزرسيس. اول شيء حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ الملاحظات الثلاثة اللي اوكي، الملاحظات التاتي اللي قلتهم، قلنا اول شيء يا شباب انه
أول وحدة قلنا إن إذا كان شيء ديناميك هو عادة، إذا كان شيء ستاتيك هو كلاس حتما، بينما إذا كان ديناميك ممكن يكون كلاس وممكن يكون شو أسوساسيون، بس أول ما بفكر فيه بفكر فيه أسوساسيون. إذا كانت هالأسوساسيون إلى أهمية انذكرت بأكثر من حالة بأكثر من جملة دغري بحولها كلاس دغري بدون ما أفكر. طيب هذه أول ملاحظة. تاني ملاحظة أو إذا بدكم هي تالت ملاحظة، تاني أول ملاحظة أن الستاتيك هو كلاس حكما، الديناميك أول شيء فكر فيه أسوساسيون إذا عليه أهمية بعمله بعمله كلاس. تالت ملاحظة قلنا إذا كانت الجملة بالبلوريال لا تفيد الملتيبليسيتي ما فيني استنتج منها الملتيبليسيتي، بس فيني استنتج منها الرلاسيون وبرجع لللوجيك. وتالت ملاحظة ورابع ملاحظة يا شباب وهي كتير مهمة، إنه أول شيء بيحترم النص. إذا كان النص ما مبين ساعتها بلجأ لللوجيك تبعي أنا، عرفتوا كيف؟ بلجأ لمعرفتي أنا. مثلا أنا قال لي الأكيب بيتألف من فريق، الأكيب بيتألف من لاعبين وأنا ما بفهم بالفوتبول، خلص بحط بقول أنا بقول الأكيب بيتألف من لاعبين بحط أ أو بلوزير وهذه صح. بس واحد يمكن بيفهم بالفوتبول بيقول لا ما معقول فريق أقل من 11 لاعب، بيقول 11 أو بلوزير، عرفتوا كيف؟ بس أنا برجع بقول إذا ما بينما النص إذا قول الفريق بيتألف من 7 لاعبين خلاص بدي حط 7 لاعبين، حتى لو أنا بعرف بالحقيقة أن الفريق بيتألف من 11 لاعبين. على طول أول شيء الأولوية للنص، إذا النص خالف ساعتها بنتقل لللوجيك اللي أنا بعرف أو النص ما بين، عرفتوا كيف؟ عادة كان يقولوا بمسابقة الميريز أنت حط بروبوزيشن، إذا أنت النص ما هو محدد قول أنا جو بروبوز كذا كذا، أنه أنا افترض أن الفريق بيتألف من 7 لاعبين إذا النص ما هو كاتب. هون باليومال فيك تعمل هيك إذا بدك. آخر شيء الإكزرسيس، بعرف أني تقلت عليكم، بما تبقى إكزرسيسات سهلة بعدين هندرج بالصعوبة شوي شوي، سمعي تلت ساعة هنحل فيه الإكزرسيس إن شاء الله. يلا أروني مواهبكم. أن دوسيي كونتيان دي فيشي، كيف نعبر عن هالرلاسيون؟ شو يا قوم؟ نعمل كلاس دوسيي. نعم. وكلاس فيشيي. بنيته رلاسيون. اسمه كونتيان صح؟ حدا عنده لحديث هلا لحظة فيشيي مشيل منه الاس دوسيي فيشيي. بيناتهم استاتيكي بيربط بيناتهم ديناميك، هالديناميك اسمه كونتيان. هاي كونتيان بتذكركم بشو؟ شو بتذكركم؟ بالاجريغاسيون صح؟ اول شيء خليني قبل الاجريغاسيون، شو رايكم كل دوسيي لكم هي بهذه الرلاسيون هي الجمله بتفيد الملتيبليسيتي؟ عم بتقول ان دوسيي، ان دوسيي كونتيان دي فيشيي، شو حطيت انا؟ حطيت زيرو ايطوال. ليش ما حطيت ان ايطوال؟ لان انا بمعرفتي الحقيقيه بعرف انه ممكن الدوسيه يكون فاضي صح ولا لا، معناتها تركت زيرو ايطوال. بس اذا هون النص بيقول ان دوسيه كونتيان ان او بليزير فيشيه، ساعتها اجباري بدي احط ان او بليزير فيشيه، بدي احط ان ايطوال. شفتوا كيف؟ طيب هلا الفيشيه هون يا شباب بالجمله ما بتفيدني الملتيبليسيتي تبعت الفيشيه، يعني ما بعرف منها ما فيني استنتج منها الفيشيه كم موجود بكم دوسيه. شو بنعمل يا شباب؟ بنقول الفيشيه شو رايكم؟ بدي حلل، شو رايكم الفيشيه بكم دوسيه موجود؟ هو الحقيقه بيكون موجود بدوسيه واحد، بس ليش حطيت 0 ان؟ لان عوض الفيشيه بيكون على الرسيم برا، يعني على السي. عرفتوا اللي شو بسموها الرسيم؟ شو بتسموها انتم السي والدي؟ شو بتسمون الدرايف، على الدرايف بيكون موجود على الدرايف ما هو بقلب فولدر. اذا كان مشان هيك يعني ممكن الفيشيه يكون بفولدر او لا، إذا كان بفولدر آه ما حيكون باثنين فولدر، يعني على طول عم بيطلع بالفولدر اللي هو موجود بقلبه. وإذا كان ما هو موجود بفولدر موجود على الساق أو على الدي برا بيكون زيرو. طيب بما أنه هون يا شباب في كلمة كونتيان، يعني معناتها هون في عندي أجريغاسيون، يعني هذا جزء، يعني الفيشيه صار جزء من هذا. طيب هل هذه فورت ولا لا؟ مين بيعرف يجاوبني؟ شو كفى؟ منافورت بظن. لا ما بظن، اكيد منافورت. ليش؟ ثلاث شروط للفورت. اول شيء بدها تكون اجريغاسيون، اجريغاسيون شي هون
اجريغاسيون. ماشي الحال. تاني شغلة، في فوق منا ان شيء؟ في فوق منا ان؟ لا، معناته اكيد مانيفولد ما بكفي الحديث. يعني في ثلاث شروط، اول شيء بدها تكون اجريغاسيون، تاني شيء بيكون فوق منا الملتيبلستي ان، ثالث شغلة شو بدها تكون؟ بدها تكون بعدين بسأل السؤال اذا كانت هذا دليل بدي محل بقلبه، بس هون مانيفولد يعني اكيد هو مانيفولد. شفتوا كيف؟ طيب بنتقل هلا للسؤال الثاني. اكيد يا شباب معلش سامحوني، هون الدوسيه بدي احطه بقلبه بروبريتي وميثود. اوكي، بدي احط بقلبه بروبريتي وميثود، بس انا للسرعه بعمل. يعني حتى بالشهاده ما هو مذكور للدوسيه لا شيء ولا مين بيعطيني بروبريتي للدوسيه. نو ما هيك؟ ومين بيعطيني بروبريتي للفيشيه؟ في عندي النو والتيب صح، والسايز مثلا ما مزبوط. هون كمان بالنسبه للميثود فيكم تحطوا ميثود كرييه موديفاي افيشيه، فيكم تحطوا ميثود اوبن، ميثود كلوز، ونفس الشيء بالنسبه للفيشيه. يعني مع الفيزيبيليتي اللي هي البلس بلس مو مو بلس بلس. اوكي، حتى تغضل عليه كامل، بس انا هلا عم بركز على الريلاسيونات. طيب هلا اون بيس كومبورت دي مور، بيسون بيس فيها الغرفه، يعني الغرفه تتالف من حيطان. شو رايكم؟ سهله ما صعبه؟ شو هم نفتح كلاس غرفه؟ برافو عليك، بيس. وتاني كلاس هنا الحيطان، مير يعني، بس ما بنحط مير بدون اس، مير واحد يعني على طول. الكلاس بيكون بالسنجليه. طب شو اللي علاقه بيناتهم يا وليد عم يحكي او لؤي؟ لا يا لؤي، لؤي شو يا لؤي، شو الريلاسيون اللي بيناتهم؟ هي شو اسمها الكومبورت، هيدي بيناتهم ريلاسيون اسمها كومبورت. لاحظوا يا شباب هلا قال لي البياس، لاحظوا كومبورت دي مور، يعني هذه الريلاسيون بتفيد الملتيبلستي، يعني كاين اون بياس، بياس بالسنجوليير، اون بياس كومبورت دي مور، يعني في كم حيط بقلبه؟ بليزيور. بس شو رايكم انتم الغرفه ممكن تكون زيرو، ما يكون فيها ولا حيط؟ لا. طب ممكن يكون فيها حيط واحد؟ ما بقعد غرفه، ما معقول غرفه يكون فيها حيط، حتى ولا معقول يكون حيطين. على الاقل قد ايه؟ أربعة. على الاقل ثلاثة. هلا الاقي أربعة انا مرق لك اياها صح، بس افترضوا واحد عنده زاوية بالبيت عامل ثلاث حيطان وعامل منها غرفة، ما نكون شايفينها؟ يعني ممكن الغرفة تكون ثلاث حيطان، بس على فكرة اللي حطها أربعة ما أنا غلط. اوكي؟ لأنه النص ما موضح، النص ما أويل، لا لو أويل الكومبورت دي تروا أو بليزيور مير كان بدي أحط ثلاثة، إذا كانت كاتر أو بليزيور مير بدي أحط أربعة. بس بما انه ما موضح انا بدي ارجع للمنطق تبعي. طب هلا المير، ما هون ما مذكور المير بالسنجوليه، المير الواحد بيكون موجود بكم بياس؟ الحيط بيكون موجود بكم غرفه؟ هلا انا برايي بيكون باكثر من غرفه. ليش؟ لانه الحيط الواحد اول شيء الحيط بيكون من هذا الميل غرفه من هذيك الميل غرفه، انا هيك تخيلت الموضوع يعني، انا هيك فهمته. بس يمكن يقول لي واحد انه هذيك فاصله يعتبر هذيك حيط وهذا حيط، ما بعرف. بس انا بعتبر المير موجود باكثر من غرفه، بس اذا واحد حطها ب تمرق، عرفتوا كيف؟ بس انا عرفت ليش تخيلت او بليزر، اعتبرت الحيط نفسه هو جزء من هذا الميل بغرفه وجزء من ثاني ميل بغرفه ثانيه، صح ولا لا؟ بالبيت عندكم الحيط ما في بين الغرفه والغرفه حيط؟ معناتها ممكن الحيط يكون موجود بغرفتين، صح الكلام ولا لا؟ طيب كلمة كومبورت بتدل على اجريغاسيون ولا لا؟ كومبورت يعني يحتوي بتدل على اجريغاسيون. طب اللوزونج بحطه من وين؟ من ناحية المير ولا من ناحية البياس؟ شو يا وليد؟ بعطيك الكهرباء عندي؟ ان شاء الله يكون فاتح. بس لا سيتا ماشي الحمد لله، الحمد لله على اللقطة هوت سبوت. طيب قطع الكهرباء عندي بس ده اللقطة هوت سبوت عندي الحمد لله، لقطة هوت سبوت بدون ما اعرف. تمام طيب فهمتوا يا شباب؟
المير اللوزونج منين بيكون؟ من ناحيه المير وانا من ناحيه البياس. شو رايكم؟ البياس ليش يا استاذ؟ لانه البياس هو اكبر، هو اللي بيحوي المير مش العكس. مش هيك اللوزونج وين بده يكون؟ بده يكون من هون. طب هل هذه فورت ولا فابل؟ لا منها فورت اكيد، لانه فوقها ما في ان. شايفين كيف؟ لو في ان كان ساعتها بسال السؤال، قلت اذا محيت ليه يا شباب، لو انا اعتبرت المير موجود بقلب بياس وحده حتكون فورت، لانه انا اذا عملت دمرت البياس حيروح المير. بس بكل الاحوال هون ما في نسال السؤال، لانه هون ان ايطوال منها ان، يعني كمان هذه اجريجاسيون فابل او اجريجاسيون منها كومبوزيسيون. طيب هلا السؤال الثالث، ان فيلم انتربريتي par plusieurs acteurs et il a un seul réalisateur. هلا على فكره هعلمكم شغله ما هشرح لكم اياها لغويا، ماشي الحال؟ هاخد اول جمله هعلمكم كيف تعملوا كيف تحلوا بالنص. سمعنا 10 دقائق. Un film a interprété par plusieurs acteurs. هذه اول جمله هاخذها من هون. كيف بدي اعبر عنها هيدي؟ فيلم واكتر ستاتيك ستاتيك، عندي فيلم واكتر ومربوط بعضهم بكلمه انتربريتي. اوكي ها، فيلم واكتر وكلمه انتربريتي بار. لاحظوا انا ما شرحتها لغويا لسه، واذا بدكم عمركم ما تفهموا لغويا، بس انا عم بقول لكم انه اللغه ما انا كثير عائق بالحل، ماشي الحال؟ لان بعرف اكبر مشكله عند التلاميذ هي الحل اللغوي. يعني انا التلميذ يا شباب لما صرت تجي في فتره من الفترات صرت تجي مسابقه الاعمال بالعربي، في قلت يعني بالعربي بالفرنسي بالانجليزي، صرت تجي معكم خبر طلع نسبه النجاح ل 90%. ليش؟ لانه التلميذ صار فهمين النص، ما عنده مشكله بالنص. وهذه على فكره من مساوئ ان نتعلم مواد العلوم بلغه غير عربيه، هذه عم تعمل لها مشاكل كبيره مع الاسف، مع انه نحن عندنا تعصب لانه لا نتعلم باللغه الانجليزيه وبهذا مواد العلوم. انا بصراحه ضد هالشغله. المهم هلا نرجع لحديثنا، ان فيلم انتربريتي بار بليزيور اكتور. طيب هلا بنيجي للملتيبليسيتي. لاحظوا يا شباب هيدي الجمله عزلتها عن النص وما عم بتطلع الا فيها، ان فيلم وبليزيور اكتور، عم بتطلع في انتربريتي بار بليزيور اكتور، يعني الفيلم الواحد انتربريتي بار. ليش حطيت مينيمم؟ لا ما معه الفيلم ما في ولا اكتور. بتعرفوا شو يعني في اكتور؟ يعني ممثلين اذا بدكم، او مشاركين اذا بدكم. الفيلم على الاقل في ممثل او اكتر، او اذا بدكم مشارك او اكثر. ما معقول فيلم ما في ولا مشارك، مع انه هون الان ما انا مذكوره. طيب هلا الاكتر بيشارك بكم فيلم مش مذكور بالنص، بس انتم برايكم الممثل بيشارك بكم فيلم؟ فيلم واحد او اكثر. صح، فيلم واحد او اكثر، تمام. طب هلا خلصت هذه اول جمله، في اجريجاسيون شي هون يا شباب؟ يعني هل بقول الفيلم يتالف من ممثلين؟ لا، حتى خصوصي انه هون النص مش ذاكرة. شايفين لو النص قايل ان فيلم اي كومبوزي بار بليزيور اكتور كنت بعملها اجريجاسيون، بس بما انه قول انتربريتي ما انا اجريجاسيون. شفتوا كيف؟ يعني هلا هذه اول جمله خلصنا، هلا بلغي هي الجمله من هون يا شباب وبنتقل للجمله بعدها. الى ان سول، الى ان سول رياليزاتور. هل ال تعود لمين يا شباب؟ ال اللي هون لمين تعود؟ للفيلم، صح؟ يعني كأنه عم يقولوا ان فيلم ان سور رياليزاتور، ما هيك؟ الفيلم موجود، ما برجع بعمله مره ثانيه، موجود بالدياجرام دو كلاس. مين عندي؟ عندي كلاس ثاني، شو اسمه؟ رياليزاتور. في بيناتهم ريلاسيون، صحيح هالكلام؟ طيب هلا يا شباب الفيلم كم رياليزاتور عنده؟ مين بيعرف؟ كيف فيني اجيب الملتيبليسيتي؟ اول شيء شو اسم الريلاسيون؟ هي اي رياليزي بار، ما هيك؟ اي رياليزي بار. شو قلت؟ الدايركتور واحد بيكون، ما الدايركتور؟ برافو عليك، كاتبين ان سول، يعني شو معناتها؟ معناتها هون عندي شو؟ ان سول رياليزاتور، مظبوط؟ وكمان عم بيقولوا الرياليزاتور بكم فيلم؟ هون يا شباب السنس تبع الجمله ما بيساعدني، ما فيني استنتج منه من بسم الله. ما نقول الجمله ان رياليزاتور رياليزي كذا، ما بعرف. بس انتم برايكم رياليزاتور بيعمل فيلم وبيموت بتخلص مته، ولا بيعمل اكثر من فيلم؟ هون رياليزاتور معناتها محقق للفيلم، عرفتوا كيف؟ شو رياليزاتور؟ شو رايكم؟
باللوجيك عم نحكي اي رياليزي فيلم شو اللي قلتي بستي هون يعني بتكون اتوال هذا المنطق بيقول ما معقول زيرو ما اسمه كيف اسمه رياليزاتور وما نعمل كيف يعني بتسميه وزير وما نعمل وزير ولا مره ما بتزبط يعني على الاقل وبليزير لان هو اكيد بيشارك باكثر من فيلم شايفين كيف الحل ليك يا جماعه حتى ناخذ العلامه على الاسوسياسيون كامله اول شغله بدها تكون هذا اللين موجود شفتين هذا اللين والرول موجود والملتيبليستي موجود يعني العلامه بتنقسم على ثلاث اقسام اذا عليه هذا علامه نص علامه على وجود الريلاسيون وربع علامه على الرول وربع علامه على الملتيبليستي اللي طير الملتيبليستي راحت علامته واللي طير الرول راحت علامته بالنسبه للكلاس انا حكيت عليها مرة الماضي هذا الكلاس يعني بتطلع عليه الربع علامه بتطلع عليه علامه كامله ليش لانه لازم نحط فيه بقلبه البروبريتي والميثود والفيزيبيليتي بس انا ليش عملت هيك لانه هلا عم اختصر يعني حتى بالمسابقه اوعى تتركوا لي الفيلم هيك فاضي حتى لو منه مذكور هون شيء خلقوا اي شيء للفيلم على الاقل تيتر عرفتوا كيف الدات مثلا وعلى الاقل هون كرييه موديفي في شيء والموا موا موا وبلس بلس بلس هعملكم اياها هلا على السريع مشان ما هون يعني وين صرنا نحن صفيه دي كا معلش خليني انتقل لهذا طيب هلا عندي ان كوموند اي باسي بار ان سول كليون اي كونسيرن ان بليزيور برودوي شو رايكم يا شباب عم بيقول لي الكوموند اي باسي كمان حياخذ اول جمله لوحدها ان كوموند اي باسي بار ان سول كليون كوموند هو طلبيه بالعربي بس حتى لو ماني فاهمين معناتها عندي ستاتيك مع ستاتيك لكليون في خلاف عليها هيدي يا شباب شو الجملة اسمها؟ est passé par شايفين معها سهلة؟ par un seul client ماشي الحال؟ طيب et concerne plusieurs produits et concerne plusieurs produits على فكرة بس ها concerne plusieurs produits هلا أول جملة عملناها نحن عفوا قبل ما نعمل خلينا نعمل multiplicité comment يا شباب est passé par quel client شو؟ هوني un seul client معناتها un طب الكليون باسي كم كوموند برايكم ما انا مذكوره هون بس اكيد بالمنطق يا وحده يا اكثر هلا الجمله اللي بعدها اي كونسيرن بليزيور كمان عم بتقول لي اي تعود لكوموند اي ان كوموند يعني كان عم لي اي ان كوموند كونسيرن بليزيور برودوي يعني كمان جمله جمعت الكوموند بار برودوي لانه ما معي وقت كتير اكيد يا شباب هون عندي كونسيرن كل كوموند في ان او بليزيور برودوي اكيد يا شباب الطلبيه بيطلب فيها يا برودوي يا اكثر ما معقول يكون ما فيها ولا برودوي ما عندها اسوا طلبيه والبرودوي ممكن ما ينطلب ولا مره ممكن اكثر هلا يا شباب النص انا جاوبت عليه بس هون يا شباب هون المنطق اللي بدي يشغل عقلي فيه واحد مين بيعرف شو هو مع انه النص ما نذكره مع انه النص ما نذكره ما نذكره شو هو من يعلم الفورت لا ما في هون اجريجاسيون ليك فيك تعتبر الكوموند اي كومبوزي من برودوي بس ما بحكي عن اجريجاسيون لانه يا شباب لانه ليك اولو كونسيرن ما اولو اي كومبوزي لو اولو اي كومبوزي كنت حطيتها في اجريجاسيون بس اولو اي كونسيرن يلا خلص روح سمعتوا يا شباب الكوموند لاحظوا يا شباب الكوموند هل معقول انا اطلب برودوي بدون كونتيتي ما بدي اعرف قديش الكونتيتي مع انه مش مذكور بس يمر معكم يا شباب كوموند وبرودوي فاكتور وبرودوي اوفر وبرودوي على طول شو بتحطوا الشكل التالي كلاس داسوسياسيون بتحطوا بقلب الكونتيتي والمونتون هي الكونتيتي اللي علاقه بالكوموند وبالبرودوي عرفتوا كيف يعني انا طلبت 3 اريال 4 بيرسيل الى اخره والمونتون عادة فيك ما تحط المونتون بالكوموند لما الطلبية عادة منهم بيحددوا سعر منه لا بس بالفاكتور بيحطوا شفتوا كيف يا شباب يعني هذا شكل ستاندار للفاكتور او للكوموند او شو ما كان كوموند بس توصل بالبرودوي دغري بحط لها ديتاي كونتيتي مونتون هذا الشكل بيمرق معكم بالميريز انتوا على فكرة هلا بس ملاحظة اخيرة بعرف زدت عليكم هلا بترجعوا مرة الجاي برجع بعملكم مراجعة هلا حابعث لكم اسئلة دوارات تحلون مرة الجاي بس بدي ابعث لكم ما يلي انسرت بدي اعطيكم هذا الشكل هذا
خليني بس برمي هذا روتيت. لقوا يا شباب هذا بيسموه سانس للرلاسيون. خليني هون. لقوا يا شباب هون الجملة أنا كتبتها سميت الرول passé par. باليو ام ال عملوا شغلة حتى واحد يفهم أكثر. قال طب شو قصدك أنت؟ هل الكوموند passé par client ولا الكليون passé par كوموند؟ شو رأيكم؟ كيف السانس تبع الجملة؟ من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال؟ يعني الجملة هي أنت الرول اللي حطيته كوموند passé par client ولا كليون passé par كوموند؟ هي السانس من الشمال لليمين. مش هيك بتحطوا هذا الفلاش الأزرق اللي حطيته أنه كأنك عم بتقول هون قصدي كوموند passé par client. شفتوا كيف؟ يعني هون السانس مش الجملة تبع الشمال لليمين. طب لأفترض أنتوا هون هوني كونسيرن يعني كوموند كونسيرن برودوي ولا برودوي كونسيرن كوموند؟ شو رايكم يا شباب؟ هوني كمان الجمله مش مال اليمين، هي كمان الفلاش مش مال اليمين. هذا بسموه سانس دو ريلاسيون. شايفين هذا الفلاش الازرق فيكم ما تحطوه، بس هذا مش ما ارجع اشرح عليه شابتر لوحده. هذا السانس شو بيعمل لوحده. طبعا انا لو قلبت الجمله لو قلت pass 1 هون شو قصدي يا شباب؟ قصدي كليون باس ان كوموند، صح؟ معناتها السونس بدي اقلبه، معناتها شو بعمل انا بهيدي؟ بيجي على هيدي بقلبها مشان فرجي اللي عم يقرا انه شو؟ انه السونس تبع بس اكيد هلا بقول لكم كيف، يعني قصدي هون كليون باس ان كوموند مش كوموند باس ان كليون. شفتوا كيف؟ وهذه اكيد مش تكون محترمه اكثر بزيحها لهون بحطها هون. اوكي فهمتوا شو معناتها هذه ما انا اجباري فيكم ما تحطوها، بس اذا مرت معكم باليوم هذا تعرفوا تقروها. يعني بس لقوا هذا الفلاش الصغير يعني عم بيقول لك انه كليون باس ان كوموند مش كوموند باس ان كليون. هي القصه كلها. حدا عنده اسئله يا شباب؟ بالنسبه للاسئله اللي جايين عندي لك عندي ست تويت ما حقرا لكم اليوم، توقعوا تقرون ببعث لكم اياهم هلا على الجروب. قد ما فيكم تحلوا فيهم حلوا فيهم، ماشي الحال؟ حدا عنده اسئله؟ اعتذر اني ضغطتكم مثل العاده، تاخرت خمس دقائق قصد لانه انطرتكم خمس دقائق مشان ما يروح علينا خمس دقائق من هيك المال حرام يعني. حدا عنده سؤال يا شباب؟ حدا عنده سؤال؟ اشكركم لمتابعتكم عن جد، انا بشكركم لانه هالمشاركه اللي عم تشاركوها هي اللي بتغني هذا. يلا نلقاكم ان شاء الله مثل العادي ان شاء الله اليوم او بكره بتنزل التسجيل. نلقاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي كمان مع الديجراندو كلاس، بدنا نبلش بالانهيريتنس ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.